مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وإن شاء الله الناس كلها تكون في أحسن حال. والمفروض النهاردة الميتب رقم 119، وده آخر ميتب في السنة. وأتمنى إن يكون السنة دي قدرنا فعلا إن إحنا نفيدكم بشكل كبير، ونقدم لكم في ماركتنج لينتر كوميونيتي الإفادة اللي أنتوا كنتوا مستنينها ومتوقعينها مننا. وبإذن الله السنة الجديدة يكون فيها إفادة أكبر، ويكون فيها توسع أكبر، ويكون فيها ميتوبس أكتر بإذن الله. وبتمنى دايما إن إحنا نكون قادرين نوصل المسج بتاعتنا ليكم في أي وقت بإذن الله، وإن إحنا دايما معاكم في أي وقت بنقدر إن إحنا نوصل لكم المعلومة اللي أنتم محتاجينها، ونجاوب على كل الأسئلة اللي انتوا بتعطلوا عليها أو بتبقوا محتاجين إن حد يمنتور معاكم فيها أو يجوين معاكم فيها. طيب، المفروض النهاردة هنتكلم عن إيه؟ بما إننا ده آخر ميت في السنة، فالمفروض إن إحنا النهاردة بنتكلم عن الـ KPIs والمعايير الخاصة بالماركتينج. واحنا المفروض كنا نتكلم عن الديجيتال ماركتنج كي بي ايز، لكن بسبب مناقشه كده مع حد في الاناليسز والانسايتس بتاعت التيم في الشركات اللي بنشتغل معاها، وكنا بنتكلم عن الفرق ما بين الاتنين وازاي نقيس ده، وان المعايير دي مهمه بشكل كبير وقد ايه هي فرقت معاهم في الجزء الخاص بالماركتينج كسكيلينج اكتر من الديجيتال ماركتينج، او ان هم لو كنا اشتغلنا على الديجيتال ماركتينج كان الموضوع هيكون مختلف او اقل في الكواليتي. فحابين ان احنا ندوكو الفايده بشكل كامل، ونتكلم بسكيل اكبر على الماركتينج. وبطبيعه الحال احنا عارفين واتكلمنا في ده كتير قبل كده، ان الشغل على الماركتينج هو سكيل اوسع من الشغل على الديجيتال ماركتينج، والشغل على الديجيتال ماركتينج هو سكيل أوسع وأكبر من الشغل على السوشيال ميديا بشكل كامل. وكمان اتكلمنا قبل كده على الفرق ما بين الديجيتال ماركتينج والماركتينج والسوشيال والليفلز، وطريقة الشغل على ده مختلفة ازاي عن ده، وكل ده اتكلمنا عليه قبل كده في سلسلة كاملة في المانجمنت أو الماركتينج مانجمنت بشكل كامل. لكن خلينا دلوقتي نقول إن إحنا عندنا المفروض معايير أساسية لازم بنشتغل عليها عشان نقيس الشغل بتاعنا. فالمفروض المعايير لما بنيجي نشتغل على تقييم أي قسم لازم بيكون ليه أبعاد، وبيكون ليه طرق مختلفة، وكمان بيكون ليه مستويات مختلفة. والمستويات المختلفة والأبعاد دي هنتكلم عليها دلوقتي، وهقول لك إزاي تبص لده بالطريقة الصح. لأن للأسف على مدار السنة دي كلها تعاملنا مع شركات كتير كان عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا في فهم يعني إيه كي بي آيز أصلا، قبل ما حتى يحط الكي بي آيز وقبل ما بيشتغل عليها. وكان بيشتغل على الكي بي آي أو المعايير اللي بتحكم الأداء والبرفورمانس بتاع الشركة من قبل ما يحط الرولز نفسها. يعني أنا ممكن أحاسبك على معيار معين أو بدرجة معيارية معينة في الشغل بتاعك من غير ما أنا أكون حطيت لك أصلا الجايد لاين والمعايير اللي أنا بطلبها في الأول. لذلك الكي بي آيز هي مش آخر حاجة بنفكر فيها ولا أول حاجة، هي منتصف الطريق. ولازم الناس اللي بتبقى أو المديرين اللي بيشتغلوا على الكي بي آيز لازم يكونوا حاطين معايير للتيم بتاعهم عشان يقدروا يشتغلوا عليه، ولازم الشركة تكون حاطة معايير للماركتنج مانجر أو ديجيتال ماركتنج مانجر أو تيم الماركتنج أو الديبارتمنت كلها بشكل كامل قبل ما بتشتغل عليها. يعني ما ينفعش اجي احاسبك على نتائج انت اوريدي مش على علم بيها،
ما ينفعش اجي احاسبك على نتائج انت اوريدي مش على علم بيها. ما ينفعش اجي اقول لك والله انت عندك التارجت بتاعك او الاتشيفمنت بتاعك المفروض ان انت تحقق ولنفترض 100 بيعه كحد كمثال، فال 100 بيعه دول المفروض ان هم انت ما حققتهمش، والمفروض ان انت تتحاسب بناء على ده. طب هو وده معيار اقل، واحنا المفروض السنه اللي فاتت كنا محققين معايير اعلى من كده وكلام كلام كلام، في حين ان ده اصلا الموظف نفسه انت ما بلغتوش بده، ما بلغتوش بالمعيار ده، ما بلغتوش ان انت الاوبجكتيف بتاعتك تحقق ده، وما حطيتلوش جايد يمشي عليه، ما حطيتلوش لاينز يمشي عليها. ما ينفعش اجي اقول لك انت المفروض على مستوى الديجيتال ماركتنج مطلوب منك عدد 100 ليد، تمام، مطلوب منك عدد 100 ليد، في حين ان اصلا انا ما اتفقتش معاك على المعايير دي، ما اتفقتش معاك على المعايير بتاعت الميد ليد، عشان الميد ليد المفروض ان انا فاهمك ان هما بيجوا لنا حوالي 7 فيزيتس، والسبعة فيزيتس دول المفروض ان هما بيجيبوا لنا غير السبعة فيزيتس بيجيبوا لنا ديل مثلا او بيرشز واحدة، او بيجيبوا لنا المفروض عميل واحد، تمام. فهنا انا هنا حاطط لك جايد لاين، حاطط لك معيار. طيب عشان نجيب الميت ليد، احنا قبل بقى ما نخش في الجزء ده او نخش ان ديتيلز كده، خلينا نشوف ان الموضوع ده لما احنا كماركتنج مينتور بنيجي نشتغل مع الناس بنشتغله ازاي، او مع الشركات بنشتغله ازاي، واقول لك ازاي تطبق ده وازاي ان انت تشوف ده بشكل كبير. خلينا نقول ان انت عندك المفروض اصلا المفروض يكون في جايد لاين، تمام، لازم يكون انت عندك المفروض جايد لاين تشتغل عليه، والجايد لاين ده لازم انت تكون حاطط الجايد لاين ده للموظف او للقسم او المدير بتاع الماركتنج عشان يكون عارف الجايد لاين دي بتقول ايه. طيب الجايد لاين دي بتقول ايه، او بيشتغل على ايه، او المفروض ان احنا نشتغلها ازاي، المفروض ان احنا نشتغل على ايه الجايد لاين ده ازاي. طيب الجايد لاين ده المفروض ان هو يكون في ايه، او المفروض ان الجايد لاين ده نمشي ازاي، او خلينا هنا نقول مثلا بدل ما هو الجايد لاين ممكن كمان احنا اوقات بنسميه الرولز نفسها، او برضو في بعض الشركات لما بنيجي نشتغل عليه مش بنسميه رولز قد ما احنا ممكن بنسميه المعايير او الطريق اللي المفروض بتمشي عليه، الطريق اللي انت المفروض بتمشي عليه في الشغل بتاعك، المعايير اللي انت بتمشي عليها في ايه الشغل بتاعك. طيب بعد الجايد لاين المفروض ان احنا بنشتغل على ايه، بنشتغل على الكي بي ايز نفسها، تمام، بنشتغل على ايه الكي بي ايز. بعد ما بتحط الكي بي ايز بتاعتك او بتشتغل على الكي بي ايز بتاعتك بتتحط بناء على الجايد لاين اللي انت اديتهوله. انا دلوقتي قلت لك المفروض ان انت تحقق الكي بي ايز دي، تعالى هنا ناخدها بالامثال، تعالى ناخدها ايه بالامثال عشان تبقى انت عارف ليه بتتعمل ازاي، او تاخدها بالامثله بشكل كامل. تعالى كده نقول ان ده الجايد لاين، الجايد لاين بتاعك ان انت بتشتغل على، تمام، بودجت مثلا، تمام، هنقول ان البودجت دي المفروض ان هي 1000 مثلا دولار، ده جايد لاين، فانت عارف ان انا البودجت بتاعتي هي 1000 دولار، ايا كان بقى طلعت نزلت دي جايد بتاع معاك. طيب الجايد لاين المدخلات بتاعتك، طيب ايه تاني عندك؟ المفروض ان احنا هنشتغل على جوجل، وعلى هنشتغل على فيسبوك مثلا، دي جايد لاين عندك. المفروض ان انت على مدار الشهر عندك المفروض ان انت هتاخد 3 projects مثلا، تمام، ايه معاك 3 projects. طيب المفروض ان انت ال 3 projects دول متقسمين على
ثلاث ايام، ثلاث سوري ثلاث اجزاء في الشهر. المفروض الثلاثه بروجكت دول ايكوال، مثلا هنقول ان هما ايكوال المفروض من 1 ل 10 كايام، ومن يوم 10 ليوم 20، تمام. والبروجكتس الثالثه او المنتجات مثلا الثالثه هتكون من يوم 20 ل 30، تمام. فدي جايد لاين للشغل. انت معاك، انا كموظف او ديبارتمنت او ماركتنج مانجر او ايا كان، انا معايا الجايد لاين بتاع ايه الشغل. طيب خلينا نقول ان ده الجايد لاين بتاع الشغل، والمفروض ان انت دي معاك البادجت، ودي معاك البروجكتس، ودي معاك الاكونتس، ومعاك واحد مثلا كونتنت، تمام. ومعاك المفروض بيشتغل معاك واحد كونتنت عشان يساعدك في الايه الهيدلاينز بتاعتك، والمفروض ان انت بتاخد منه، المفروض تتعامل معاه بير داي، يعني انت معاك كل يوم بتتعامل معاه عشان ايه يظبط لك ايه الكونتنت بتاعتك او الكوبيز بتاعتك بتاعت الادز وهكذا. طيب دي جايد لاين انت بتشتغل عليها، بتديله كل الديتيلز الكاملة وكل التفاصيل بتاعت الشغل. انت معاك ايه؟ تشتغل ازاي؟ ايه التولز اللي معاك؟ ايه الادوات اللي هتساعدك؟ المطلوب منك ايه؟ وهكذا. طيب ده بناء عليه انا حاطط لك كي بي ايز، تمام؟ بالنسبة لي مع كل الحاجات اللي انت خدتها دي، مع كل الحاجات اللي انت خدتها دي، المفروض ان انت بتديني او بتحقق لي او هتجيب لي المفروض 100 ليد، تمام؟ في الشهر، تمام. معاك 100 ليد في الشهر، فانت اوريدي ال 100 ليد دول هيجيبوا لنا افريج المفروض 7 زيارات، وال7 فيزيتس دول المفروض يجي لنا منهم بيعه واحده، يجي لنا منهم ايه بيعه واحده. طيب فهنا انت عملت ايه؟ انت اديته كل التفاصيل، واديته كل الديتيلز، و الادوات اللي تساعده عشان ينجح. ما ما ينفعش ان انا احكم عليك وانت اوريدي مش عارف تمشي ازاي، او مش عارف اديك معيار او كي بي ايز وانت مش معاك الادوات. ما ينفعش اقول لك روح هات جون وانت اوريدي معاك تيم تعبان. ما ينفعش اقول لك ان انت مطلوب منك تسجل كل ماتش وانت ما معكش حد وسط ملعب بيرصيلك. ما ينفعش اقول لك ان انت المفروض تصرف على الشركة وانت اوريدي ما عندكش دخل، او الشركة ما بتكسبش. كل ده لازم يكون محسوب. فانت اوريدي انت معاك القسم او ديبارتمنت، ومعاك كمان الايه الكي بي ايز بتاعته. طيب بعد كده الجزء الثالث، تمام، الريبورتس، تمام. لازم بيكون في تقارير تثبت ده. يعني ايه تقارير تثبت ده؟ انت دلوقتي المفروض محمد، تمام، او احمد او عادل او خالد او علاء whatever، انت المفروض انا طالب منك الجايد لاين دي بتاعت الشغل والكي بي ايز بتاعتها، فالمفروض انت بتديني قصادها ريبورت، بتديني قصادها ريبورت. تعالى كده مثلا عشان تكون محطوطه في في قالب سليم، ممكن نعملها كده وناخد الكلام ده كده نحطه هنا، والمفروض ان انت قصاد الكلام ده تديني ريبورت. فانت معاك جايد لاين، معاك كي بي ايز، المفروض انت تديني تقرير في النهائي الكلام ده ماشي ازاي. التقرير ده المفروض بيديني في النهائي انت ماشي ازاي. والله انا لما جيت اشتغل في الاول انا صرفت المفروض 700 دولار بس، تمام. والمفروض ان انا اشتغلت جوجل، ودي ديتيلز بتاع تقرير الاعلانات. والمفروض ان انا اشتغلت على تو بروجكتس، تمام. والمفروض ان انا اشتغلت على تو بروجكتس، والمفروض ان انا حققت في الاخر في الكي بي ايز بتاعتي، المفروض ان انا في الكي بي ايز جبت المفروض 90 ليد، وال 90 ليد دول المفروض جابوا 5 زيارات، وال5 زيارات دول المفروض ان هم جابوا بيعه واحده. هنا انا اقدر اتحاسب معاك، ونقدر نتحاسب ونقدر نتشاور. انت وفرت 300 دولار واشتغلت على منصه واحده وعملت تو بروجكتس، مش اشتغلت على او ما خدتش 3 بروجكتس
والمفروض ان انت هتتابعه. الكي بي ايز او الاوبجكتيف بالنسبه لي على حسب اوبجكتيف الشركه، بمعنى ما ينفعش ان انا اجي اقول لك ايه، انا لا انا صرفت فلوس اقل والمفروض ان انا اشتغلت جوجل اد واشتغلت على 2 بروجكتس او 3 بروجكتس زي ما احنا متفقين وكل ده تمام بس ما حققتش مبيعات. طب هو اوريدي اصلا احنا مين اوبجكتيف بتاعتنا ان احنا نعمل سيلز او نعلي الكونفرجن بتاعنا او نشتغل في السيلز او ان احنا نعلي الاثوريتي بتاعت الويب سايت، نعلي الكاباسيتي بتاعت التيم ايا كان بقى. فهنا احنا بنتكلم في مين جول واضحه وصريحه مرقمه لازم نتحاسب عليها. فما ينفعش ان انا احاسب التيم او انت كموظف او شخص شغال في الماركتنج تتحاسب من عميل على نتائج ملهاش جايد لاين ومش محطوط لها كي بي ايز بالارقام ومفيش ريبورتنج على ده. طب بيبقى احنا كده ماشيين كده، ده سلطه بقى ماشيين كده وخلاص. طيب لما بنيجي نشتغل على ده، تعالى اقول لك المفروض ايه المعايير. الاول ما بنخش شركه بنبص عليها وبنقول الشركه دي ناجحه ولا فاشله وهم واصلين لمستوى، بنعرف ليفل الشركه من 3 اجزاء اساسيين او من 3 كلمات هما مين كور الموضوع كله. تمام، اول حاجه المفروض هي السيستم. تمام، الشركه دي شغاله بسيستم ولا لا؟ يعني ايه شغاله بسيستم ولا لا؟ شغاله بنظام شغل ولا لا؟ ليها نظام ولا ماشيه كده بقى ايه؟ الموظف معدي او المدير معدي يا فلان اعمل لي تقرير عشان انا محتاج مش عارف اعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. يا احنا عايزين نعمل كذا. ميتينجز من غير تقارير، شغالين بطريقه عشوائيه، فمفيش نظام. فاول حاجه بتثبت، اول حاجه بتاكد ان الشركه دي ماشيه صح لازم يكون ليها سيستم. فده اول حاجه احنا بنبص عليها على الشركه لما بنخش جوه جوه اي شركه وبنبص عليها والمستهدف بتاعها او الجزء بتاعها اللي المفروض نشتغل عليه. طيب ده اول جزء. تاني جزء التيم نفسه. تمام، التيم بقى ده اصلا شغال بشكل كويس ولا مش شغال؟ الاكسبيرينس بتاعته ايه؟ النولج بتاعته ايه؟ الاتيتيود بتاع التيم، البرفورمانس بتاعت التيم ونتائجه، النتائج اللي بيحققها، طريقة التعامل معاهم والشغل، كل حاجة، كل حاجة في التيم لازم تتقاس. بتبص على كل حاجة في التيم، أنت كشخص شغال في شركة الاتيتيود بتاعك إيه؟ مواعيدك إيه؟ النتائج بتاعتك اللي بتحقق إيه؟ النولج بتاعتك إيه؟ فلازم نكون فاهمين ده وعارفين هل الكلام ده بيتحقق في الشركة ولا لأ؟ وهل الشركة دي ماشية بشكل كويس وبتحقق نتائج ولا لأ؟ وبناء على ده أو من الكلام ده بنبتدي نعرف التفاصيل بتاعة إيه الشركة وهل هي ماشية بشكل كويس ولا لأ؟ طيب الجزء التاني طبعًا جزء السيستم أو الجزء اللي إحنا بنتكلم فيه ده هنقول ان هو من جوه او نابع من جزء السيستم عشان بس ان احنا نبقى فاهمين احنا كل اطار منهم ماشي ازاي. ده جوه جزء السيستم. تمام، جوه جزء ايه السيستم، هل احنا ماشيين بشكل كويس ولا لا؟ تمام، احنا ماشيين بشكل كويس ولا لا؟ وده جزء السيستم عشان بس نبقى عارفين الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ايه. هل الشركة كسيستم ماشيه بالنظام ده؟ طب السيستم ده بقى ليه تولز تانية، ليه تولز ممكن تكون سي ار ام، ممكن تكون الشركه كلها شغاله باي ار بي، ممكن بقى تكون شغاله بود وشغاله، المهم في عمليه ممكن تكون شغاله بشيت اكسل على قدها، ممكن تكون شغاله باي حاجه، المهم ان في سيستم بيمانج الكلام ده كله، في جايد لاين فيها الديسكربشن وي 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 والكلام ده كله، في كي بي ايز بتتحاسب عليها، في ريبورتس بتتقدم. الريبورتس بقى دي ديلي ويكلي مونثلي وات ايفر ايا كانت الريبورتس، المفروض ان في حاجه بنفولو اب بيها على الكلام ده كله. طيب الجزء اللي بعد كده ايه؟ المانجر. تمام، المانجر هو لاعب اساسي جوه الايه المنظومه دي كلها. دول ال3 حاجات اللي تبتدي تبص فيهم او لما بنخش ككوربريشن في ماركتنج بنتر بنبص عليهم عشان نقدر نيفالويت الشركه دي
ونقول وانت كمان تقدر تعمل ده بقى كمدير، انت كموظف اصلا في شركه تقدر تبص للشركه اللي بتشتغل فيها او الشركه اللي هتتعامل معاها لو انت حتى فريلانسر، الشركه دي فيها الكلام ده ولا لا. لما نيجي نبحث او نتواصل مع الشركه بيبقى في ميلز ولا ماشيين كده، التيم ايه، المانجر ايه، تمام. طيب تعالى كده احنا شفنا نظام السيستم وازاي نقدر ان احنا نحط بيرفورمانس على ده. طيب هناخد ده كامبلمنتيشن في مرحله الديجيتال ماركتنج، بس انت لازم تكون فاهم الثلاث معايير الاساسيه، وبناء على ده تفهم كل واحد منهم المعيار بتاعه بتقيسه ازاي او ممكن تقيسه ازاي. بمعنى ممكن يكون في شركتين شغالين معايا في الجزء بتاع البيرفورمانس او شغل الاي كوميرس بشكل كامل، واحده منهم اي كوميرس والتانية شغالة بيرفورمانس عادي، مش اي كوميرس، لكن هنقول الاثنين في جزء البيرفورمانس. الاثنين شغالين بس كل واحدة منهم على سيستم تاني، الاثنين شغالين بيحققوا نتائج بس كل واحدة منهم بطريقة مختلفة، الاثنين شغالين بس كل واحدة منهم بكونسبت مختلف. فمش لازم ان السيستم يكون واحد، يكون سيستم مختلف تماما، طريقة الشغل مختلفة، المعايير مختلفة، كل حاجة مختلفة، بس اوريدي في سيستم. طيب الجزء اللي بعد كده اللي بنبتدي نبص عليه او الجزء اللي بنبتدي نتاكد منه الجزء بتاع التيم نفسه، تمام. تعالى هنا نقول ان الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالتيم. طيب الجزء بتاع التيم ده بيتضمن اكتر من جزء، جزء التك، تمام. هل التيم ده، وعلى فكره جزء التك ده بيفرق، هنقول 100% بيفرق كمان، ده بيفرق مليون في المية. هل التيم اللي جوه الشركه ده هو متطور وفاهم التكنولوجي ولا لا؟ طب جزء التاج ده انكلودد ايه مثلا؟ جزء التاج ده هنقول ان هو انكلودد اي اي مثلا، السوفت وير، تمام. الناس دي شغاله فاهمه سوفت وير ولا لا؟ سوفت وير بقى بما يتضمن بقى الوورد والاكسل والباوربوينت والجزء البي بي تي والتولز اللي بنستخدمها بشكل كامل، بيقدروا يتعاملوا مع الايميل، لان دي حاجه يعني من اصعب الحاجات في الشركات اللي ما بتتعملش في الايميل، وتخلي الناس تبتدي تتعود على الايميل. ممكن الناس تاخد حوالي مثلا من 4 ل 6 شهور عبال ما تتعود ان هي تتعامل مع الايميل. انت متخيل من 4 ل 6 شهور عشان الناس دي تبتدي تتعود ان هي تاخد على الايميل بهسله، تمام. فلازم تقيم الناس بالطريقه دي كتكنولوجي، انت وضعك رايح فين، تمام. هنقول هنا الايميل، فالناس دي كتك عندها سكيلز ولا لا؟ هي كتكنولوجي عندها سكيلز ولا لا؟ فاهمه هي بتعمل ايه، بتتعامل بشكل، ممكن بقى تشتغل سلاك، ممكن تشتغل نوشن، ممكن تشتغل اي كان، بس في اوريدي الناس دي عندها الكونسبت بتاع ان هي بتشتغل زوهو اي كان، بس الناس دي عندها الكونسبت بتاع التك نفسه، قادرين يتطوروا وقادرين ان هم يتعاملوا بشكل كويس، تمام. فلازم يكون في الجزء بتاع التيم قبل حتى النوليدج وقبل الخبره وقبل كل الكلام ده كله، لازم يكون في جزء تكنولوجي، الناس دي فاهمه تكنولوجي كويس. انما بقى شغل الورق بيكون في الفترة اللي احنا فيها دي ومع سرعة الشغل خصوصا جوه القاهرة، أو لو بتشتغل مع مشاريع بره مصر، لا الوضع بيكون مختلف تماما 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 في مدى فهم التيم اللي شغال معاك في جزء التك والسوفت وير والتعامل بشكل كويس، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده أو الجزء اللي بعديه، الجزء الخاص بال ايه؟ الجزء الخاص بالسكيلز، تمام. في السكيلز اللي هو ايه؟ لا هو قادر ان هو يعرف، بيعرف يعمل التقرير، يعني لما تيجي تقول له اعمل لي تقرير، لا يبقى عارف هو بيعمل يعني ايه يعمل تقرير، ما يروحش يروح كاتب عريضة وهو مش فاهم هو بيكتب ايه ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يكتب الريبورت ازاي والكلام ده كله. بيعرف يعمل برزنتيشن، تمام. هو قادر يعمل برزنتيشن وعارف يعمل برزنتيشن كويسه، بيفهم في الكلام ده. مش اقول له اعمل برزنتيشن يروح جايب ورقه وورد والمفروض ان هو كاتب عليها كلام مفتوح ويبعت لي الورقه وورد زي ما هي، حاجه يعني اخر يعني حاجه تصعب على اي حد، تمام. فهو عنده السكيلز اصلا وعنده التعامل ولا لا، وقادر ان هو يتعامل بالسكيلز ولا لا. لان انا لو عايز اطور من التيم بتاعي واقدر اقيس معاه، ما انا مش هروح لحد هو ما بيعرفش يعمل ريبورتنج والمفروض ان انا اطبق عليه السيستم، يعني ازاي؟
زي انت اصلا ما بتعرفش تعمل ايه. فانا كده المفروض بقى اضطر ابدا اعلمك الاول يعني ايه ريبورت، ويعني ايه ايميل، ويعني ايه سوفت وير، ويعني ايه تتعلم تك والقصص دي كلها، ويعني ايه كي بي ايز بقى، ما انت مش عارف ريبورت هتعرف كي بي ايز، ويعني ايه جايد لاين، وابتدي اشرح لك من الاول، وناخد فتره كده مع بعض عبال ما اقدر اركب معاك السيستم، او اقدر ان انا افهمك يعني ايه سيستم، واقدر امشيك على السيستم. فدي كلها حاجات مهمه. تمام. طيب الجزء اللي بعد كده اللانجوج، هل الناس دي اللغه عندها كويسه؟ مش لازم تكون احسن حاجه في الدنيا، بس قادرين يشيلوا نفسهم، قادرين ان هم يتعاملوا، قادرين ان هم لو معاه ورقه انجليش، جالي ايميل مثلا من امازون، جالي ايميل من شركه الشحن، جالي ايميل من اي حته، لا هو قادر يتعامل، قادر يقرا، قادر يفهم الكلام اللي مكتوب على الاقل، مش يجيب لي الورقه وانا اقراها وبعد كده اديله تاسك وبعد كده، لا انت جو اهيد اتحرك. تمام. جالي مثلا ايميل من جوجل على الاكونت بتاعي، فاوريدي هو قادر يتعامل، قادر يقرا الميل وهكذا. دخل اي شركه لازم، لا يبقى هو فاهم الجزء بتاعه ماشي ازاي، ويفهم الجزء ده. نرجع لحته، في حاجه عايز اقولها لك او عايز اكتب لك، الجزء بتاع السيستم طبعا، في الجزء بتاع الام او ام، او اللي هو تقرير ال تقارير الميتينجز والكلام ده، ده كله بنقيمه، هل الشركه دي بتعمل ميتينجز ولا لا؟ لو ما بتعمل ميتينجز، هل هي بتكتب ده ولا لا؟ هل الشركه دي مقدمه للناس المفروض جوب ديسكريبشن، ولا شغاله كده؟ يعني اي حد بيعمل اي حاجه وكل واحد شغال مع نفسه والامور ماشيه ما شاء الله، انت تعمل النهارده ديزاين بكره تعمل اي حاجه تانيه، لا. فلازم الناس دي تبقى فاهمه، يعني انت عندك جوب ديسكريبشن ماشي عليه ولا ايه الدنيا. تمام. فلازم لازم الناس تبقى فاهمه. تمام. لازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه، جايه على ايه، الامور بالنسبه لها ماشيه ازاي. طيب بعد الجزء بتاع الجوب ديسكريبشن برضو والجزء ده، المفروض يبقى فيه ستراكشر. تمام. الشركه دي فيها ستراكشر ولا، يعني ايه ستراكشر؟ مين مسؤول عن مين؟ مش ماشيين كده كله، محدش فاهم مين بيمانج مين، مين بيدير مين، مين مسؤول عن مين. مش هاجي بكره الصبح اقول لك انت النهارده المفروض اللي مسؤول عنك اكس. طب ما هو اللي مسؤول عني اكس ده بناء على ايه؟ تمام. اللي مسؤول عني اكس ده بناء على ايه؟ انا فلحته هو فالح يعني عشان يبقى مسؤول عني، ولا انت حطيته كده فوقيه وخلاص؟ تمام. يعني حطيته كده فوقيه وانت مش عارف. فلازم اول ما بنخش الشركه نقيم السيستم، بنبص في ستراكشر، في جوب ديسكريبشن للناس، في ميتنجز بتتعمل بشكل ويكلي او مونثلي، وبيتعمل لها ام او ام، هل في سيستم اي ار بي او شيت اكسل اللي انتوا بتتعاملوا عليه، او سيستم بتتعاملوا عليه، ايه السيركل بتاعته، هل في دوكيومنتيشن بتتعمل للبيزنس ده والامور دي كلها ولا لا. طيب وده بيتحط في جايد لاين لكل موظف، والكي بي ايز بتاعته والريبورتس بتاعته. طيب نرجع تاني لجزء التيم. جزء التيم، انت عندك جزء اللانجوج، عندك جزء ايه اللانجوج. جزء اللانجوج برضو قلنا ان هو مهم، والمفروض الجزء بتاع السكيلز، وكمان الجزء الخاص بغير السكيلز، الجزء الخاص بالايميل رايتنج والسوفت وير والاي اي، لازم تكون هنا ده بيديك انديكيشن على ايه؟ بيديك انديكيشن او بيديك رؤيه ان لا، الناس دي صاحيه متابعه، شايفه الدنيا فيها ايه، بيطوروا من نفسهم، هم جوه الكوميونتي اصلا معروفه، بيحضروا ايفنتس، الدنيا معاهم ماشيه بشكل كويس، ماشيه بشكل كويس وهكذا. طيب الجزء بعد كده اللي بنشتغل عليه في التيم نفسه، غير بقى جزء التك او الجزء بتاع التك، جزء بقى ايه السكيلز، او هنقول هنا مش السكيلز، هنقول هنا الجزء بتاع النوليدج والاكسبيرينس بتاعت الناس دي. طيب هل بنقيسها بايه؟ بنقيسها بالنوليدج، هل الناس دي عندها نوليدج لان اكسبيرينس؟ لا انا عندي اكسبيرينس، والمفروض ان انا فاهم الجزء بتاع شغلي وعارفه وعديت عليه، خدت فيه كورس، خدت فيه كورس دي مثلا،
لما تيجي تقول انا خدت كورس كده، انت عندك ايه؟ عندك اكسبيرينس، عندك اكسبيرينس كويس، عندك خبره فيه، بس مش عندك النولج. النولج انت هتعمل الحاجه هي هي بس وقت اقل وبكواليتي اعلى وبجزء كبير. طيب هقول لك بقى على حاجه كويسه، اقول لك على حاجه ممكن تتفاجئ منها. انا عندي في التيم الناس اللي عندها المفروض التك احسن من النولج، افضل من حد هو عنده نوليدج بس ما عندوش تك وما عندوش سكيلز وما عندوش اي حاجه والدنيا تعبانه معاه. هو ليه بقى؟ لان هو عنده نوليدج، هو دايس مره واتنين تلاته، فهو حافظ الحاجه زي ما هي. اي ابديتس هتحصل ده هيضيع، اي ابديتس هتحصل ده هيضيع. انما الناس اللي ممكن يكون النوليدج بتاعتها قليله شويه، بس هي فاهمه لانجوج كويسه، السكيلز كويسه، بتكتب ايميل كويس، السوفت وير بتاعها كويس، متابعه، فاهمه كويس، بتعرف تعمل ريبورت كويس، والامور دي كلها بتقدر ان هي تبرفورمانس وتحقق التارجت بتاعها، هيفهمني فاقدر ان انا اعلم النولج بتاعته. انما حد عنده نولج انا هبتدي اعلمه بقى السكيلز والكلام ده كله، طب ما ده هيبقى صعب قوي، لان هو بيبقى حاطط نفسه في ليفل، لا ده انا عندي نولج كبيره، ده انا بحقق ارقام. اوكي تمام زي الفل، انت بحقق ارقام بس انت مش فاهم. انت في اي ابديت سريعه على مدار سنه والتانية انت هتلاقي نفسك في حته، هتلاقي نفسك تحت. والناس اللي عندها سكيلز هتقدر تاخد النوليدج في الوقت ده، اوريدي انت مالكش لازمه. فلازم لما اجي ايفالويت التيم او تيجي تبص على التيم، ايه الايه النوليدج بتاعتهم، والنوليدج دي جايه من ايه؟ جايه لا انت ارقامك عامله ايه؟ الحاجات اللي انت حققتها عامله ازاي؟ والجزء بعد كده ليه علاقه بالدوكر، الدوكيومنتيشن. هل الناس دي بالدوكيومنتيشن بشكل كويس؟ انت كموظف او كتيم عامل دوكيومنتيشن للشغل بتاعك؟ يعني انا دلوقتي انا حققت السنه اللي فاتت 100 بيعه، اوكي تمام زي الفل، جميل، اديني بقى ورق حاجه تثبت ده. لا ما فيش. طب يبقى انت ما فيش. طب ازاي؟ طيب اعمل ايه؟ اصدق ازاي؟ اتاكد ان انت الامور بالنسبه لك دي كويسه، او انت فعلا حققت ده ولا لا، او الامور بالنسبه لك هنا ماشيه ازاي. فانت لما تيجي تيفالويت التيم، حتى ده جوه الانترفيو، انترفيو كده، او لما تيجي تقابل تعمل مقابله شخصيه، او لما نيجي نعين نعمل هايرنج شركه، لازم بنبص كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتعرف تعمل ايه؟ النولج، واديني الاكشنز بتاعتها. تمام، يعني النولج بتتقاس بايه؟ اديني الاكشن. يعني لما يجي يقول لي مثلا ايه، انا بعرف اعمل فيسبوك ادز وجوجل ادز وتمام، اديني ريزلت دوكيومنتيشن واديني تمام الاكشنز. اديني ريزلت دوكيومنتيشن واديني ايه اكشنز. يعني ايه ريزلت دوكيومنتيشن؟ قول لي اديني الداشبورد بتاعتك اشوفها، او إيه يعني افتح لي الداشبورد كده خليني اتفرج ايه اللي انت عامله، واديني الاكشنز انت عملت ده ازاي؟ يعني ايه الخطوات اللي مشيت بيها؟ يعني مثلا انا كنت شغال في شركه وشغال موتريشن، تمام زي الفل، تعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي انت بتعمله؟ طيب تعالى كده ناخد تو اكزامبلز. حد من الناس مثلا الاسبوع اللي فات قال لي في نفس لنفس الشركه، قال لي انا بدخل وباخد الاكونت وبدخل ابتدي ان انا ارد على الناس واحاول اقنعهم بالبرودكت ده، واقول له ان المنتج ده كويس وان انا احاول ابيع له. واول ما ببيع له او اول ما بيشتري مني، باخد الداتا بتاعته اروح باعتها لإيه للمانجر بتاعي، المانجر بتاعك اسمه حمدان، وبعتها لمستر حمدان. وبعد ما ببعتها له المفروض ان هو ببتدي اكمل بعد كده، بس هي دي السيركل بتاعتي. اوكي تمام زي الفل. طيب حد تاني بقى، انت بتشتغل ازاي او الاكشنز بتاعتك ازاي؟ والله انا برد على ناس، وبعد كده باخد الناس اللي انا رديت عليها دي ببتدي اعمل لهم كاستمر، او بعمل لهم، هو مش عارف ان هي اسمها كاستمر فيدباك، بس هو بعمل لهم بحطهم في الفايل. وبعد لما بحطهم في الفايل ببتدي ان انا اخد الفايل ده واذاكره وراجعه عشان اعرف ارد على الناس اللي بعد كده. وباخد الناس اللي المفروض ان هي كانت محتاجة منتجات ما كانتش موجودة قبل كده، فببتدي ارجع اعرض عليهم تاني المنتجات دي، علشان لما بتنزل بيبقوا هم محتاجينها، فاوريدي في منهم ناس بتشتري مني. وكمان بشوف انهي اكتر المنتجات اللي عليها طلب، علشان دي المنتجات اللي انا بطلب اشتغل عليها شغل اي كوميرس. وخلاص هنا ده حد مختلف عن التاني، ده حد بيشغل نفسه، عامل الدوكمنت مع نفسه،
والاكشنز اللي بياخدها وعارفها وبيعمل ايه بالظبط، والمفروض ان هو بيتابع مع العملاء وبيتابع ويكمل بقيه المسيره. يعني قال لي كمان انا بفضل متابع حتى مع شركه الشحن لحد ما الاوردر يوصل، في حين ان دي مش حتته. طب هل هو احسن عشان بيعمل حته مش حتته؟ لا، عشان هو المفروض عنده سكيلز السيركل بشكل كامل بتمشي زي من اول ما العميل دخله لحد ما باع له، وبيشتغل ري ماركتنج من غير ما يكون عنده نوليدج في الري ماركتنج. تمام، هو بياخد العملاء اللي طالبه برودكتس معين مش موجود، او ان البرودكت يتوفر يروح يبعتها له، فبيعمل اعاده استهداف تاني، فبيوفر على نفسه مجهود ان هو يبتدي كونفرزيشن لنفس المنتج من الاول تاني مع عملاء جداد. هنا في فرق بقى. ده طب انت بتشتغل ده ازاي؟ قال لا انا عندي شيت اكسل عامله مع نفسي وشغال عليه. هو هنا عمل اكشنز كويسه، عمل دوكمنت الكلام ده كله، ورجعنا للدوكمنت غير حد تاني هو اوريدي شغالها كده بير داي، هي صباح الخير احنا هنعمل النهارده هنرد على كام عميل عشان نبعت لهم، وهكذا، وتاني يوم وتالت يوم وهكذا، وخلاص الموضوع بالنسبه له. انما حد هو حاول يبني لنفسه سيستم، فهو اوريدي ده عنده نولج كويسه، واستخدم السوفت وير في ده، استخدم السوفت وير، استخدم حتى لو هو مستخدم شيت اكسل، لا بس هو استخدم حاجه في كده. فلما تيجي تقيس البرفورمانس بتاعت التيم، الاكشنز والنولج، النولج جوه الاكشنز والدوكيومنتيشنز بتاعته والسوفت وير بتاعته بشكل كامل، وكمان تشوف بقى ايه الاتشيفمنت بتاعته، يعني الاتشيفمنت بتاعته ايه، عامل فيها ايه، يعني هو حقق ايه في الاتشيفمنت بتاعته، والمفروض ان هو اشتغل على ده ازاي. يعني الاتشيفمنت بتاعته اتحققت ازاي ووصل لده ازاي. تعالى كده نشوف الاتشيفمنت المفروض ان احنا نبص عليها ازاي. لازم نبص على جزء الاتشيفمنت من خلال ايه؟ من خلال الارقام. اي حاجه في الاتشيفمنت لازم تكون ايه، بارقام. يعني ايه بارقام؟ يعني لازم الراجل ده يكون هو عمل ارقام في الشغل بتاعه. لو انت كونتنت، انا اشتغلت كونتنت، ولما اشتغلت في الكونتنت المفروض ان انا المفروض ان انا لما اشتغلت في الكونتنت حققت من الترافيك على الويب سايت مثلا زيادة عن كل شهر بجروس 2000 شخص كمثال، مينيموم. تمام، كويس، ده اتشيفمنت. انا لما كنت شغال في او انا شغال في الاي سي او، في الاتشيفمنت بتاعتي انا عامل سي تي ار 2%. تمام، اوكي، 3% 7%، ايه الاتشيفمنت بتاعتك؟ وانا شغال في الميديا باينج انا حققت المفروض كونفرجن، بحقق كل شهر كونفرجن حوالي مثلا كل يوم 10 بيعات بشكل دايم، من 8 ل 10 بيعات. تمام، اوكي، كويس. فانت لما بتقيس التيم الاتشيفمنت بتاعتك، الدوكيمنت بتاعتك، والاكشنز بتاعتك. طيب خليني انا اقول لك على حاجه، الاتشيفمنت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكي بي ايز. اللي هو ايه الكي بي ايز؟ الاتشيفمنت دي اللي انت حققتها، هل هي متماشيه وماشيه مع الكي بي ايز دي ولا محطوطه ولا لا؟ يعني انا دلوقتي هتيجي تقول لي انا حققت المفروض 50 بيعه، اوكي ده اتشيفمنت كويس حلو. طب هل ده اصلا متماشي مع الكي بي ايز؟ لا، مش متماشي مع الكي بي ايز، انت عندك مشكله. طب الشركه نفسها او المانجر المبجل نفسه او المدير نفسه هو مش حاطط اصلا كي بي ايز، خلاص انت زي الفل. ما انت مش غلطتك، ما هو ما حطلكش اصلا، ما فيش سيستم وما فيش كي بي ايز المفروض ان هي محطوطه، ما فيش كي بي ايز المفروض ان هي محطوطه. فلازم يكون في اتشيفمنت يكون بيتقاس عليها الموظف نفسه، هل هو بيتقدم ولا لا. النهارده مثلا او الشهر ده هو المفروض حقق اتشيفمنت معين، هو مش عنده نوليدج، هو حد المفروض ان هو مش حتته، هو كتب كونتنت، اوكي تمام كويس، بس ما حققش اتشيفمنت، اوكي هو مش حتته. تمام، فعمل امبروفمنت للمكان وعمل امبروفمنت لنفسه، فلازم انا احط له الاتشيفمنت والتوقعات بتاعتي على الليفل بتاعه، وكل فتره تعلي له كمدير الكي بي ايز بتاعته، وتعلي له الاتشيفمنت بتاعته، وتعلي له الاكشنز بتاعته، وتزود له في الشغل بناء على سلم الاكسبيرينس اللي هو بياخده، وسلم الايه النولج اللي هو بياخده، بناء على تبتدي تشتغل. وانس ان هو وصل لليفل معين من الشغل وبقى حد خلاص انت عندك نولج وفاهم السيركل بشكل كامل، تعال بقى يا معلم ايه، نحط جايد لاين للشغل ونحط الكي بي ايز بتاعتها ونتحاسب اخر الشهر، خلاص انت اتعلمت وفهمت وبقيت عارف الاكشنز وبقيت تعرف تعمل دوكيومنتيشن وفاهم
الاتشيفمنت بتاعتك وانت عندك السوفت وير كويسه وتعرف تبعت لي ايميل وتعرف تعمل ريبورت والانجلش بتاعك كويس وفاهم الجايد لاين وفاهم البرودكتس وفاهم احنا ماشيين ازاي وشغلنا عامل ازاي. يلا بينا. هنا انت بنيت سيستم قادر تمشي عليه التيم وقادر تدير بيه ايه الاجزاء دي كلها. فانت عندك التيم لازم تكون بتقيسه من ناحيه التك والسوفت وير واللانجوج وفي الجزء بتاع النولج تقيس الاكشنز والدوكيومنتيشن والاتشيفمنت بتاعه عشان نقدر ان احنا الايفالويشن. طيب لو احنا ما عندناش الايفالويشن الاول بيبقى الوضع صعب. يعني مثلا لو احنا دخلنا شركه ويجي المانجر قال والله انا عايز الناس دي كمنترنج، احنا عايزين نوصل التيم ده لليفل اكس ان الناس دي تقدر ان هي ماشيه بسيستم الشركه يتعمل لهم سيستم ويقدروا يمشوا بيه، والسيستم دي مش المقصود بيها تك سي ار ام ونبني لهم سيستم، لا سيستم شغل، طريقه شغل، استراتيجيه في الشغل. والمفروض ان هو الناس دي عندها مشكله في الشغل في نقط معينه واحنا محتاجين نشتغل عليها. لا مبدئيا ده بالصح لازم يتعمل ايفالويشن، ده لازم يتعمل، لازم يكون في ايفالويشن للناس تتقيم عليه. لازم كده تفتح ورقك وتفتح كشكولك وتوريني انت بتعمل ايه وبتمشي ازاي وطريقه شغلك عامله ازاي، وبناء على ده نبتدي نتكلم، وبناء على ده ايه نبتدي نتكلم. تعالى بقى احط لك ده في تيبل. انا يعني بحب ايه احط لك الكلام ده في تيبلز بحيث ان انت ايه تاخد الكلام ده بقى حبيت تطبقه وتجرب فيه وتست فيه، يبقى انت معاك يعني اذا هنقول يعني سيمبل اوف تمبلت كده ممكن انت ايه تعتمد عليها او انت تشوف ده ممكن تقيس بيه ازاي الشركه اللي انت شغال فيها او تبص عليه ازاي في الشغل بتاعك. فهنقول هنا شغل الاي اي تمام، هنقول هنا السوفت وير تمام، هنقول هنا جزء الايميلز تمام. على فكره انت ممكن بقى تاديت على الكلام ده. يعني ايه اديت؟ يعني مش لازم تاخده 100% زي ما هو، انت ممكن تعدل وتزود بناء على، لان احنا بنعدل ونزود ونقلل ونعدل بناء على بناء على كل شركه، بناء على كل تيم، بناء على كل بروجكت ايا كان بقى على حسب ايه الجزء بتاع ايه او الليفل بتاع الشركه بقى والشغل بتاعها والمانجيريال ليفل وعدد التيم وايه اجزاء مختلفه تمام. طيب فلا قيس بقى يا باشا الاكشنز، قول لي كده ايه الاكشنز اللي انت بتعملها في شغلك ووريني الدوكيمنت بتاعتك ووريني يا باشا ايه الاتشيفمنت اللي انت ايه بتشتغل عليه. طيب وفي السوفت وير وريني كده انت اشتغلت على الاكسل اه تمام، وريني كده شغلك، هل انت واصل لليفل اللي انت بتعمل بيفت تيبل بقى وبتعمل الشغل ده، ولا انت اوريدي بتعبي ارقام وداتا وخلاص وبترمي وانت مش فاهم بترمي ايه؟ طب انت الانجليش بتاعك عامل ايه او اللانجوج بتاعتك عامل ايه؟ انا كويس، طب وريني كده اكتب كده العربي ده اكتبه انجليش او انجليش ده اكتبه عربي او سبيك يور سيلف او انتروديوس يور سيلف او اي كان تيست بقى تمام. وبعد الايفالويشن حط بقى يا باشا الناس دي محتاجه ايه، وهنا يبقى احنا عملنا ايه نقدر نحط جايد لاين بناء على الاكسبيرينس بتاعت الناس ونبني عليها الكي بي ايز. انما ما ينفعش حد هو اوريدي مش فاهم ومش عامل لي ايفالويشن واجي احط له خد يا باشا الكي بي ايز دي، كي بي ايز ايه انا اصلا مش فاهم، يعني انت كي بي ايز ايه انت فيها انا اصلا مش فاهم. فما ينفعش، لازم تعمل يكون في ايفالويشن، او حتى لو مش ايفالويشن انت تبقى فاهم نفسك، المدير اللي شغال معاك يبقى فاهم نفسه وعارف هو او التيم اللي معاه هو فاهمه عارف معايير كل واحد وفاهم كل واحد بيعمل ايه الامور دي كلها. طيب هنا احنا بنتحول لايه؟ بنتحول ان احنا فعلا نقدر نعمل كي بي ايز للايه؟ للديبارتمنت بتاعت الماركتنج، للناس اللي شغاله في الماركتنج، للشغل بتاع الماركتنج بشكل كامل. تمام؟ وشغل الماركتنج بشكل كامل لازم بينطبق عليه جزئين، جزء ليه علاقه بالسيستم بتاع الشغل، وجزء ليه علاقه بالمانجر، وجزء ليه علاقه بالتيم، جزء ليه علاقه بايه التيم. طيب تعالى بقى نشوف الاستاذ المانجر، الاستاذ ايه المانجر، ونشوف الاستاذ المانجر ده الوضع بتاعه عامل ازاي. مبدئيا كده ده ليفل تاني خالص، ليفل ايه مختلف تماما تماما من التعامل. انت لما تيجي تبص للمانجر بتاعك لازم تبص له بالمعايير اللي انا هقولها دي وتبص عليه، هل الراجل ده بيفهم ولا ما بيفهمش، او وضعه عامل ازاي، او هو فاهم ولا مش فاهم، او وضعه عامل ازاي. كذلك المانجر لازم يكون فاهم التيم بتاعه مين فيهم فاهم ومين مش فاهم.
ما بيفهمش. دي مش مقصود بيها غلط قد ما هو فاهم في الشغل ولا مش فاهم في الشغل، تمام؟ لان ده في الاول وفي الاخر هو بيزنس ومصلحه بيزنس. فمعايير الشخصيه بقى للمانجر للتيم او للتيم مانجر، دي حاجه كده بره السيستم او بره الشغل او بره طريقه الشغل بشكل كامل. طيب كمانجر بقى، كمانجر المفروض ان احنا نافاليويت المانجر ده ازاي؟ اول حاجه لازم نبص عليها النوليدج بتاعت الراجل ده. انت كراجل عندك نوليدج ايه في الشغل نفسه، وعندك الجزء اللي بعد كده في جزء التك، وعندك بعد كده في الجزء بتاع المانجمنت. انت بقى في المانجمنت عامل ايه؟ هل انت اصلا عارف تدير والدنيا ماشيه معاك كويس، ولا انت اصلا في المانجمنت زي النيله تمام مش عارف تعمل اي حاجه؟ وجزء المانجمنت او بعد كده جزء ايه الايه البيرسونال سكيلز، انت كشخص اصلا كمدير عندك البيرسونال سكيلز اللي تأهلك في ده ولا لا؟ البيرسونال سكيلز دي اللي هي تعتبر زي ايه بالظبط، او زي ايه، او تتدخل في ايه المهارات الشخصيه، زي الكلام المفتوح اللي هو بتاع انت بتعرف تدير الناس نفسيا ولا لا. اي مانجر ما بيعرفش يدير الناس نفسيا، في فرق ما بين، على فكره في فرق ما بين ان انا ادير الناس نفسيا والناس اللي تبقى شغاله معايا مرتاحه نفسيا، وما بين ان انا اقعد او ان انا مش عارف اقولها ازاي، بس في فرق ما بينها وما بين ان انا اقعد يعني ان انا اتكلم مع الناس كده وخلاص، ان انا احكي في قصص وحواديت وهي ما لهاش اصل بالصحه، واسم ان انا بمانج الناس وبتكلم معاهم وبديرهم كويس. لا لا مش الكلام ده، تمام؟ طب خلينا كده ناخدهم ستيب باي ستيب عشان نبقى فاهمين. اول حاجه النولج هنا في الليفل بتاعك لازم تكون انت فاهم كل اول اكشنز اوف تيم. عايزك تبقى انت كمانجر لازم تكون عارف التيم بتاعك كل الناس اللي شغاله فيه، تكون انت عارف ولنفترض من مينيموم حوالي 25% من شغل الناس دي. يعني لو انت شغال معاك ديزاينر، لو انت شغال، انا لو انا شغال معايا ديزاينر، لو انا في ديزاينر شغال معايا، انا لازم اكون عارف 25% من شغله مينيموم. مش لازم تبقى انت ديزاينر، يعني انت مش لازم تكون ديزاينر خالص اطلاقا، بس لازم على الاقل تبقى انت كمانجر عارف 25% من شغل الناس دي عشان تقدر تحكم عليه. مينيموم 25%، يعني لما اجي اقول للديزاينر خد بالك دي شكلها وحش او دي محتاجه تتشال، ما يجيش يقول لي ايه لا لا معلش اصل البي اس دي بتاعها مش موجود. ساعتها لو انا مش فاهم، لا ممكن يجي اقول له خلاص تمام ماشي ما تعملهاش. لو انا فاهم اقول له لا معلش افتح على الفوتوشوب وابتدي ان انت اعمل بلور عليها وابتدي نعمل اديت، وهلاقيني بحط له حلول، هبقى انا يعني ميك شور ان انا اقدر اقول لا دي تعمل. طيب لما يجي مانجر يقول للميديا باينج اللي عنده انا محتاج ريبورت عن الداتا كل اعلان حالي مبيعات قد ايه، اللي حصل كالاتي، هو قال له لا هو انا مفيش مش هنقدر نطلع ده لان ده مش هينفع يطلع. طب انت قلت له كده؟ اه قلت له كده. طب افتح بقى الداشبورد وخلينا نشوف ده هيطلع ولا لا. فتحنا الداشبورد وبدانا نطلع ده، بدانا ربطناه مع السيستم، بدا يطلع لنا ارقام افريج كل كامبين طلعت قد ايه. طب هو المدير ده ليه في الاول قال له تمام ماشي؟ لانه هو مش فاهم. فانت كمانجر لازم تكون مينيموم فاهم 25% من شغل الناس اللي تحتيك عشان تقدر حتى تتعامل معاهم. التيم اللي معاك لو حس ان انت مش فاهم هيستهبلك، يعني هيستغلك، ولو حس ان انت حتى لو انت مش فاهم وبتتكلم صح هو مش هيبقى مقتنع باللي انت بتقوله، ان هو عارف ان انت مش فاهم. فانت لازم تكون فاهم وفاهم عمليا، يعني لا افتح يا باشا الفوتوشوب من هنا وادخل وتدوس على فايل وافتح اعمل اوبن وهات حتى لو هتقول عليها فرشه وافتح واعمل كده، تبقى انت فاهم. طب هتبقى فاهم ازاي؟ لازم تمد ايدك في الشغل. اول حاجه تعملها كمانجر اول ما تخش الديبارتمنت جديده تقعد على كرسي كل موظف من الموظفين اللي هم تحتيك وتشتغل شغله عادي، ده مش غلط او عيب. افتح يا باشا وريني انت بتعمل ايه وخلينا نعمل مره واثنين وثلاثه. ليه؟ هتيجي تقول لي ايه كيس من الكيسز اللي كنا لسه فيها امبارح، هو بيقول له ايه؟
الكيس دي او المانجر القديم كان بيتقال له ان الكيس دي بتاخد 3 ايام، في حين ان الكيس دي فعليا بتاخد 24 دقيقه بالظبط، اربعه مش 25 دقيقه، 24 دقيقه. 24 دقيقه هو بس بيقلعي حاجه وخلاص. انت ازاي كان اصلا الموظف بتاعك بيقول لك ان هي بتاخد معايا الايام دي وهي اوريدي مش واخده معاك الايام دي؟ لان هو ما قعدش على جهازه وشاف دي بتتعمل ازاي، هو جه لان هو فعلا بياخدها في 3 ايام، فخلاص هو حاسبها له ان هو بياخدها في حوالي 3 ايام، فهو عنده التاسك دي فشغال فيها وبياخد الريزلت. طب انت خدت الريزلت، انت مش فاهم هو عمل ايه؟ طب هو عمل ايه؟ طب الراجل ده مشي، الموظف ده مشي، هتجيب حد مكانه؟ طب لما تجيب حد مكانه هياخدها في وقت قد ايه؟ لو لقيته خدها في وقت اقل يبقى انت هتحس ما بينك وبين نفسك كمانجر هو انا كان ايه؟ كان بيتقال اي كلام؟ طب لو خدت وقت اكتر يبقى انت بتستغل اكتر كمانجر، لو خدت كواليتي اقل انت مش فاهم. فضروري لازم تكون فاهم مينيموم 25% من شغل الناس دي. انا مش عارف، انا مش شغال ميديا باير، انا كمانجر او صاحب شركه، بس اوريدي انت فاهم، عارف فيسبوك بيتفتح ازاي، عارف البيزنس اكاونت بيتفتح ازاي، تضيف حد ازاي، تشيل حد ازاي، تعمل اد ازاي، القصص دي كلها. الكونتنت لما اجي اقول لك على الكونتنت، لا الفويس تون هنا مش مظبوطه. لو انا كمانجر فاهم هاجي اقول لك ايه الفويس تون مش مظبوطه. طيب لو انا مدير مش فاهم هيقول لي لا لا انا حاسس ان في حاجه غلط، بس مش عارف ايه هي، في حاجه غلط، الكلام مش راكب على بعضه، هتلاقيه بيقول كلام عام ومفتوح. فانت كمانجر ما تحطش نفسك في الايه في السيت دي، لو هو حاسس ان انت مش فاهم انت خلاص لبست. فلازم تكون واحنا بن ايفالويت المانجر او واحنا بنحط الكي بي ايز للمانجر، ولازم يكون في كي بي ايز للمانجر. انا كصاحب شركه انا ليا كي بي ايز بتحاسب عليها اخر الشهر، انا كصاحب شركه ليا كي بي ايز لازم بتحاسب عليها اخر الشهر، وليا كواليتي لازم بيحاسبني اخر الشهر. ما هو ده شغل، محدش يعني البيزنس هو رقم واحد، بعد كده اي حاجه تانيه تحتيه، المانجر بقى الليفل ايا كان بقى، البواب ايا كان مين اللي تحت، هو خلاص. فلازم يكون في كي بي ايز بيتحاسب عليها الناس. فانا كمانجر اقيم نفسي ازاي، او انا ك تيم ومعايا مانجر عايز اعرف انا هستفيد منه ولا لا، او انا كصاحب بزنس ازاي ان انا احط كي بي ايز للمانجر؟ لازم يكون هو على الاقل فاهم 25% من شغل كل الناس اللي شغاله تحتيه، الاي سي او والكونتنت والبرودكت والماركت ريسيرش، فاهم الاجزاء اللي ليها علاقه، لو احنا بنتكلم بقى على الديبارتمنت بتاعه الماركتنج، فاهم ميديا باينج او ادز، مش هقول لك بقى ميديا باينج او بيرفورمانس ماركتنج او القصص دي كلها، لا هو فاهم ادز على الاقل، فاهم عشان يقدر يمانج الناس دي، يقدر يقول اه هم الناس دي شغاله صح ولا غلط، يبقى فاهم بوستنج ازاي، معايير البوستنج على كل بلاتفورم بتبقى ماشيه ازاي، مش جاست انا عملت كونتنت وحطيت عليه صوره فاعمل بوست يا ابني في اي وقت. لازم يكون فاهم الكلام ده، وبعض الشركات مش بتبقى فاهمه الكلام ده، يبقى هو اه انا تمام زي الفل وهو مش فاهم الكلام ده ومش مقتنع ولا هيقتنع، فيفضل في نفس الليفل. طيب فلازم يكون في النولج بتاعتك 25% على الاقل من الايه؟ من الشغل بتاع التيم نفسه. كل التيم انت كل واحد شغال في القسم، الكول سنتر، الكول سنتر لما دخلنا از منتورنج كول سنتر شفنا الكول سنتر بيشتغل ازاي، واتحط له سيستم بناء على ايه؟ بناء على ان بدانا نشوف بتعملي ايه يا بنتي في الكول بتمشي ازاي، اعملي تيست كول، السيلز اعمل تيست كول قدامي وخلينا نشوف كده الكول بتمشي ازاي، اعمل تيست كول واعمل ريكورد للكول وبعتها لي عشان اشوف الكول بتمشي ازاي، بتنفذ ده في وقت قد ايه، بتعمل فولو اب مع العميل فين الدوكمنت بتاع ده، عملت فولو اب فين الدوكمنت بتاع ده، الدوكمنت بقى فين، تمام. طيب الجزء بعد كده ليه علاقه بالتك، اي مانجر هو مش فاهم تك هو فاشل في الوقت اللي احنا فيه ده، فاشل في وجهة نظر انا اللي تحتمل الصح وتحتمل الغلط. لازم تكون فاهم تك كويس، فاهم تك بقى اعلى من التيم بتاعك، فاهم تك يعني يوم ما التيم يعطل على تول تقول له التول اللي مكانها كذا، سواء بقى في الماركتنج او الديجيتال ماركتنج بقى، يعني الماركتنج حتى ليه تولز وليه طرق تانية وليه اساليب تانية وهكذا. طيب فاهم ايه؟ فاهم السوفت وير بشكل كامل، وتكون انت المفروض باني، المفروض السي ار ام سيستم، خلينا نقول الاي ار بي سيستم اللي بيدير الديبارتمنت بتاعتك مع بقيه الاقسام التانيه، فانت لازم تكون فاهم امتى تفتح وامتى تقفل، امتى تدي بيرميشن وامتى ما تديش بيرميشن، امتى ان انت توافق وامتى ان انت ترفض. فلازم تكون عامل ده. على فكره انا بكلمك من منطلق بلاوي شفناها في الشركات للسنه اللي فاتت كلها، تمام. يعني في موظفين كانوا واخدين بيرميشن
المديرين مش واخدينها. طب انت كمدير يعني انت ماشي ازاي؟ انت ازاي بتمانج الناس دي وهم واخدين بيرميشن اعلى منك؟ هي مش في حته بيرميشن قد ما حته ان انت لازم انت اللي تتحكم، تقفل الميه وتفتح الميه، انت اللي تتحكم مين ليه هنا وليه هنا. ما هو انت ما انت لازم يكون ليك تولز تفهم فيها، فانت لازم تكون فاهم الايه السيستم بشكل كامل، تمام، فاهم السيستم بشكل كامل بشكل كويس. لازم تكون النولج بتاعتك او اللانجوج بتاعتك هي جزء من النولج بتاعتك، تمام. حتى لو انت هم الناس اللي شغاله معاك هم اعلى منك، فانت لازم على الاقل تكون واخد جزء من المفهوم، فاهم هم بيقولوا ايه، بيحكوا في ايه، بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه، وهكذا. لازم تكون على نفس الليفل، لازم تكون على نفس الليفل. انا شفت مديرين هم من حوالي يعني من افريج 47 سنه لحاجه و50 سنه، هم عندهم الكلام ده كله، فاهمين تك كويس جدا جدا. وفي مديرين تانيين هم 39 و40 سنه ما بيفهموش اي حاجه في التك، تمام. فده يبين لك ايه، ان موضوع السن ملوش علاقه، تمام. يعني المدير ده كبير او مدير صغير، لا هو ملوش علاقه، تمام. وملهاش علاقه برضو الشركه دي ستارت اب او شركه كبيره وقديمه، برضه مالهاش علاقه. في شركات ستارت اب هي مش عارفه تمشي بالكلام ده كله، في شركات كبيره لا مظبطه السيستم كده، في شركات كبيره هي مش فاهمه اي حاجه، وفي شركات صغيره ستارت اب هي اوريدي فاهمه حاجات كتير. فلازم الكلام ده يكون معروف، انت فاهم تك كويس جدا جدا. طبعا ده بيشمل الايه، كل بقى الاجزاء بتاعه الويب سايت كمان. انت ما فيش شركه ما عندهاش ويب سايت، فانت كمانجر لازم تكون فاهم ازاي بتفتح الويب سايت، تجيب من عليه اي داتا انت محتاجها، تقدر ان انت تاديت في الويب سايت، فاهم بقى كل الحاجات اللي ليها علاقه بالتك بشكل كامل. ليها علاقه بقى بالاي سي او، ليها علاقه بالادز، ليها علاقه بالكونتنت والتولز بتاعته، ليها علاقه بالدرايف، تمام، والداتا وان انت ازاي تسيف الداتا، ليها علاقه بالشغل، ليها علاقه بجزء، ليها علاقه بجزء من الاي تي. انت لو الشركه عندك فيها مشكله في النت او الديبارت او التيم بتاعك، تعال كده نتخيل انا احنا في شركه والمفروض النت فصل طول اليوم. طب انت كمانجر المفروض تفهم ده الكونسبت بتاعته ايه، الاي تي ما جاش مات، هتعمل ايه؟ انت لازم تشغل الناس دي، هتسيب الناس دي مش شغاله، لازم تشغل الناس دي، تشوف لها بدايل، لازم تبقى مجهز الكلام ده كله، تمام. فلازم يكون في الكلام ده كله، يبقى انت فاهم واوير بالايه القصص دي كلها، تمام. طيب جزء المانجمنت بقى، او الجزء بتاع المانجمنت اللي هو هاو تو مانج يور تيم، وازاي ان انت تابديت فيه. حته المانجمنت دي انا بشوف فيها بشكل كبير جدا ليها علاقه بالليرنينج، تمام، ليها علاقة بالليرنينج. يعني ايه؟ يعني المفروض الناس دي تبقى فاهمة بشكل كويس وبتتعلم منك. وانس ان الناس دي اتعلمت منك، هي احترمتك بشكل كبير، الناس دي احترمتك بشكل كبير. يعني انت كمانجر لازم تكون بتبوش في الناس في حتة المانجمنت از ليرنينج. اول حاجة انت معاك تيم، لازم تديله بيرفورمانس كويسة في وتعمل له بوشنج بشكل كويس، وتدوس معاهم في حته الليرنينج. انتوا لازم ان انت تتعلموا، انت روح بعد الشغل اتعلم واطلع علمه. طب هي دي من معايير او بنقيس عليها المانجر وبنقيس عليها الكي بي ايز بتاعته بتاعه القسم؟ جدا جدا لازم انا بقيس الناس دي كده، او لازم الناس دي تقاس بكده، عشان كل ده هيصفي في الاخر في الكي بي ايز اصلا بتاعه الماركتنج نفسها، ده حقق نتائج ولا لا، وازاي البيزنس ده بيحقق نتائج. ما هو بيحقق نتائج من كده، معاك تيم كويس، معاك سيستم كويس، معاك مانجر فاهم كويس وعنده نوليدج كويسه وقادر ان هو يدوس بشكل كبير. لازم تاخد الناس بتاعتك ايفنتس، تمام، تقول لهم تعالوا ننزل ايفنتس ليه علاقه بحاجه، حتى لو انت مش عايز تعلمهم انت، او انت مش قادر، او انت مش قادر تبروسيد، مش قادر تبريزنت الامور دي كلها، تعالوا يا جماعه احنا في ايفنت والمفروض ان انا اخدكم فيه عشان بيتكلم عن الانفستمنت مثلا، وخد الناس وروح، والناس تحس بجد لا يا جماعه ده بيتكلم بيقول كذا وهكذا. الناس تبقى عارفه ان انت مش بس انا القائد بتاعهم خلاص، لا انت بتمانج الناس نفسيا بحته الليرننج، فالناس اوريدي هتحترمك، تمام. فلازم تبوش قوي معاهم في حته ايه، حته الليرننج. لازم ازاي ان انت تعرف تعمل ستوب للناس وتوقفها
او التيم بتاعك توقفه في حته معينه وتحط السبيس والمساحه بتاعته ما بينهم وبين بعض، تمام؟ لازم تكون انت فاهم جزء المانجمنت بشكل كويس جدا 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 جدا. جزء المانجمنت كمان لازم تكون فاهم فيه الجزء بتاع القوانين والرولز، تمام؟ انت لازم تكون فاهم الجزء بتاع الجايد لاين والكيب ايز والريبورتنج، تمام؟ لازم انت تكون بتعرف ازاي كمان تحط الجايد لاين بتاعت الناس وتحط التاسكس بتاعت الناس، تمام؟ لازم تكون فاهم ازاي تحط التاسكس بتاعت الناس، دي حاجه مهمه جدا. انت بتحط للناس التاسكس وتحط لها الكي بي ايز بتاعتها وتحط لها الريبورتس بتاعتها. في لو انت مدير مش عارف تحط الكي بي ايز للناس، لو انت مش عارف تقيس يبقى مش هتعرف تحكمهم، مش هتعرف تحط عليهم، تحط لهم الجزاءات بتاعتهم، تحط لهم الجزء البانشمنت، تحط لهم الجزء بتاع المكافآت والامور دي كلها. فلازم انت كمانجر تكون عندك ليرنينج كويسه، باك جراوند، تكون انت عندك تقدر تحط لهم الجايد لاين، تقدر تحط لهم الكي بي ايز بتاعتهم، وتكون فاهم بقى الاجزاء اللي ليها علاقه بالبرودكت، تمام؟ البرودكت اللي انت ماشي بيه يعني، تمام؟ البرودكت اللي انت اللي الشركه بتبيعه، تمام؟ هنا هنقول ورك سيستم. طيب لازم تكون فاهم البرودكت لان هم طبيعي لازم يفهموا منك، فانت لازم تكون فاهم النولج، فاهم البرودكت اللي بيتباع ويعرف التفاصيل بتاعه. فلازم تكون فاهم بلاننج، تمام؟ لازم تبقى فاهم بلاننج، ازاي انت تعمل بلان للقسم، تعمل بلان للشغل، تعمل بلان للتيم، تعمل بلان لكل شخص، تعمل بلان للبرودكت، تعمل بلان للشهر والكوارتر وهكذا. لازم تكون فاهم الكلام ده كله، تمام؟ لازم تكون فاهم الورك سيستم بتاع الشغل، يعني ما ينفعش ان انت كمدير تكون مش فاهم سيستم الشغل ماشي ازاي في القسم، مين بيودي لمين، مين بيسلم مين، مين مسؤول عن مين. الحاجات دي لازم تكون انت فاهمها بشكل كويس، تمام؟ لازم تكون فاهم الماركت، تمام؟ السوق اللي انت شغال فيه كمانجمنت، انت الناس لازم هتيجي، ما ينفعش الناس تيجي تفاجئك بحاجه في السوق انت ما تعرفش عنها حاجه، تمام؟ طيب الجزء بعد كده ليه علاقه بالبيرسونال. اهم حاجه برضو هنا الجزء بتاع المانجر الاتشيفمنت بتاعته. انت كمانجر حققت اتشيفمنت ايه؟ يعني انت كمانجر حققت اتشيفمنت ايه؟ لازم انت تكون عارف ده، يعني انت كمانجر لازم تكون عارف انت حققت اتشيفمنت ايه مع الشركه، تمام؟ مع الشركه او بره الشركه انا عملت ايه؟ ومن غير قصص، عشان بس في مديرين كتير بتقعد تحكي قصص، من غير قصص، اتشيفمنت بورق. يعني ايه بورق؟ يعني الناس او بقيه الاقسام هي اللي تحكي اللي انت عملته، مش انت اللي تحكي اللي انت عملته. يعني ما تجيش تقول والله يا جماعه انا عملت 1 2 3 4 وحققنا كذا كذا، ما هو الكلام ده لما بيبقى غلط انت بيبقى شكلك وحش، تمام؟ وده بيحصل على فكره، تمام؟ فلازم ان انا اشتغل ايه كمانجر او في تقييم المانجر او الكي بي ايز بتاعته الجزء بتاع الايه الاتشيفمنت. طيب البيرسونال سكيلز بقى هنا لازم ان انت تبقى شخص از مانجر الناس بتبص لك بشكل كويس، زي ان انت يبقى شكلك كويس، بتقدر ان انت تتعامل مع الناس باسلوب كويس، الاتيتيود بتاعك كويس، اسلوبك في الكلام، معاملتك، صوتك، الكلام دي كلها. فبيرسونال سكيلز دي بقى مهارات شخصيه لازم ايه تتقاس عليها او يتقاس عليها المانجر بشكل كامل. طيب احنا كده فهمنا الكور بتاع الكي بي ايز اصلا، يعني الكونسيبت بتاع الكي بي ايز لازم يكون ايه الريكويرمنت بتاعته، تمام؟ او ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجوده عشان تقدر تحقق انت الكي بي ايز بشكل مباشر، سواء سيستم بشكل كامل يكون موجود، سواء جزء التك يكون مظبوط، وجزء المانجر لازم المانجر يكون فاهم ايه وعارف ايه والكلام ده كله. طب تعالى المفروض الكلام بقى ده نزلته على مستوى ليه علاقه بايه الديجيتال ماركتنج. طيب الكونتنت، الكي بي ايز، تمام؟ عارف ان النهارده اليوم طول شويه بس يعني تمام، يعني ان شاء الله نخلص على طول. ولو حد لو الناس فصلت خلاص احنا ممكن نقفل على كده يعني. ولو الناس نامت تقول لي برضو ان هم لا احنا نمنا خلاص فصل، تمام؟ طيب جزء الكي بي ايز، تمام؟ انت ككونتنت بتحط كي بي ايز لنفسك، اعرف منين ان الكونتنت ده ناجح او الكونتنت ده شغال
او الكونتنت ده بالنسبه لنا لا لا الكونتنت ده كويس. انا امتى اقول ان الكونتنت ده كويس وامتى اقول ان الكونتنت ده مش كويس؟ وهل انا بحكم على الكونتنت من قبل ما ينزل ولا بعد ما ينزل؟ يعني هل الكونتنت ده انا بحكم عليه قبل ما ينزل ولا بعد ما الكونتنت ينزل ابتدي احكم عليه؟ وحكمي على الكونتنت ده بيجي ازاي؟ هل الحكم على الكونتنت ده بيجي ازاي؟ هل انا هحكم على الكونتنت ده من اي طرق بالظبط؟ او من اي معايير بالظبط؟ اول حاجه في الكونتنت ده لازم بتبص عليه قبل ما ينزل كي بي ايز. اول حاجه هنقول هنا اللغه، تمام، وهنقول بشكل املاء وتنسيق، املاء وتنسيق لغويا واملائيا وتنسيق. في فرق ما بين الثلاثه. تنسيق ده يعني لما نيجي نقرا الكلام، الكلام يبقى مترتب على بعض. يعني ايه الكلام مترتب على بعض؟ يعني كل حاجه بقولها هي متماشيه مع بعضها. ما ينفعش ان انا وانا بقرا الكونتنت اروح واقف، اللي هو انا مش فاهم، انا جيت اللحظه كده تهت، طب انت قصدك ايه بالكلام ده او انت عايز تقول ايه؟ لازم يكون ده تنسيق. طب التنسيق ده بنعمله ازاي؟ لازم الناس اللي بتكتب الكونتنت يراجع وراها حد تاني من التيم هو اوريدي اول مره يشوف الكونتنت ويقرا الكونتنت بصوت عالي كده. احنا الكونتنت قرا وكمل للاخر، لا اوريدي الدنيا تمام، الدنيا ماشيه سليمه ومفيش اي حاجه. هنا بنحكم كي بي ايز على الكونتنت قبل ما ينزل، نحكم كي بي ايز على الكونتنت قبل ما ينزل. املاء، لازم الكلام املائيا يكون مظبوط. ما ينفعش ان انا اكتب لغه بيضاء جوه لغه عاميه جوه لغه عربيه، ما ينفعش اقول ايه فهذا الذي كنتم محتاجين، ايه الكلام ده؟ مش فاهم، تمام. فلازم أن يكون اللغه كويسه، املائيا كويس، والتنسيق كويس. واللغه هنا نقصد بيها او بتروح قوي في حته الفويس تون، تمام، الفويس تون بتاع الكلام. الفويس تون بتاعت الكلام لازم تكون متحدده. انا كفويس تون الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي؟ هل انا بتكلم بنفس اللهجه بتاعت الناس ولا لا؟ طيب تعالى هنا نروح حته تانيه وهي العملاء. وانت بتراجع الكونتنت كده عشان تبص عليه، حط نفسك مكان العميل، يعني قوم من على الكرسي اللي انت قاعد عليه واقعد على الكرسي بتاع العميل. هل العميل لما يقرا الكلام ده هو هيحس ان هو ليه ولا لا؟ فلازم يكون في حاجه اسمها لايف ستايل. لايف ستايل، انا بوجه الكلام لمين؟ لشاب، لبنت، لام، لاب، لاخ، لاخ، لاخت، ايا كان انا بكلم مين، وهل هو هيستوعب ده وهيتماشى معاه ولا لا؟ يعني مثلا لو المنتج هو انا بكلم مثلا عملاء في الخليج، تمام، فما ينفعش ان انا اكلمهم باللايف ستايل بتاع واحد مصري. اللايف ستايل مختلف، طريقة الكلام مختلفة، وده اللي بيخلي كونتنت كتير هو اوريدي مصري بيتكلم بالسوق الخليجي ما بينجحش. فلازم يكون في ايه؟ يكون في تنسيق في الكلام ده. طيب عشان احكم على ده واحط له كي بي ايز، اول حاجه في الكونتنت الكي بي ايز بتاعتها ده كده قبل ما ينزل عشان تقدر انت تراجع وتشتغل بشكل كويس وتقدر تطلع كونتنت كويس. اول حاجه في الكي بي ايز بتاعت الكونتنت الماتشنج بتاعت الايه؟ الماتشنج بتاعت الكونتنت والميديا، تمام؟ خلينا نقول هنا الماتشنج الخاصة بتاعت الكونتنت والميديا لازم يكونوا الاثنين ماتشنج مع بعض. ما ينفعش ان هو الكونتنت يكون بيقول حاجة والديزاين بيقول حاجة، تمام؟ ما ينفعش الكونتنت بيكون بيقول حاجة والديزاين بيقول حاجة تانية خالص. والجزء الأولاني احنا برضه ممكن ننزل الجزء بتاع لما بنيجي نحكم على لما نيجي نحكم على الايه الكونتنت في الاول، املا وتنسيق واللغه لازما، وننزل كده بحته العملاء دي تحت كده، مش اوكي نعمل كده وننزل بالعملاء تحت. فانت معاك العملاء ومعاك الجزء الايه اللانجوج او الاملا والتنسيق، وكمان معاك الجزء بتاع التناسق المحتوى مع التصميم، تمام. طيب ايه تاني؟ الكي بي ايز بتاعتي لازم يكون
بيرفلكت على نتائج رقمية. يعني ايه رقمية؟ ده حقق المفروض كونفرجن قد ايه، وحقق ترافيك قد ايه. يعني انا دلوقتي حقق ترافيك قد ايه، تمام، انا عملت ترافيك قد ايه، وحقق كونفرجن قد ايه، وعمل معاك المفروض سي تي ار قد ايه، تمام. دي كلها معايير بتحكم على الكونتنت، معايير بتحكم على الكونتنت. والله احنا محتاجين نسبة سي تي ار. طيب عندنا في حاجة تانية، المفروض صفحة السيرب، تمام، اللي هي السيرش انجن اوبتمايزيشن ريزن، صفحة جوجل نفسها. صفحة جوجل نفسها المفروض انا نتائجها لما بكتب على الويب سايت بتظهر فين. والله احنا محتاجين ان انت تكتب ارتكلز كل يوم، تمام، حلو، وتشتغلها اس اي او، كونتنت بالاس اي او، تمام، جميل. طب الكي بي ايز بتاعت هنا ايه؟ انت بقى فين في صفحة السيرب؟ في صفحة جوجل او صفحه بينج او ياهو او وريفر، انت واقف فين؟ فلازما وانا براجع او بحط الكي بي ايز بتاعت الكونتنت لازم اكون حاطط. طيب تعالى كده نشوف، لو احنا هنحط الكونتنت جايد لاين، انا ممكن اقول لك ايه، انا محتاج كل يوم، كل يوم المفروض تعمل لي اوديت على خمسه كونتنت، خمسه كونتنت مختلفين، و تعمل الكونتنت او الاوديت ده على الكونتنت، ولما تعمل الاوديت ده او لما تعمل الاوديت ده المفروض ان انت وانت بتعمل الاوديت ده تطلع لي الخمسه ريتس دول الاسبوع الجاي يكونوا جايين في اول صفحه، او منهم ثلاثه جايين في اول صفحه. فانت اوريدي كل يوم الجايد لاين بتاعك ان انت بتكتب خمسه ارتكل، الخمسه ارتكل دول وبترفعهم تحطهم بايه، بالاي سي او على الويب سايت، والكي بي ايز بتاعتك ان منهم ثلاثه او اثنين لازم يكونوا في صفحه اولى. فهنا انا حطيت له جايد لاين وحطيت له المفروض الكي بي ايز بتاعتها، ولما يجي يديني التقارير بتاعت اخر كل اسبوع بيكون فيها عدد الصفحات. فاحنا هنقول افريج اثنين في 5 ايام، فانا المفروض عندي المفروض خمسه ارتكل ظاهرين في الصفحه الاولانيه بشكل دايم. سوري، 10 ارتكل هم اوريدي ظاهرين في الصفحه الاولانيه بشكل دايم. فاوريدي هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا معانا المفروض معانا كي بي ايز خلاص سلمنا عليها. طيب تعالى كده ناخد القصة دي بشكل مباشر. احنا هنا المفروض معاك خمسة مقالات، تمام. طيب الخمس مقالات دول المفروض ان هم هيدوني كي بي اي، تمام، اتنين، تمام، في الصفحة الأولانية، تمام، الصفحة الأولى، تمام، الصفحة الأولى. فأوريدي أنا بشكل دائم لما أنا بكتب 5 مقالات كل يوم، فأنا عايز بشكل دائم يكون عندي 10 نتائج في الصفحة الأولى. الصفحة الأولى، فأوريدي أنت حطيت له الجايد لاين بتاعك. طب ال5 مقالات دول المفروض بقى بيتحط، لو أنت بقى مدير شاطر بتحط له الجايد لاين بتاعتها، لازم يكون معمل له عليهم اوديت بير داي، لازم يكون بيتضمنوا الكي ووردز بتاعت كل بروجكت بتشتغل عليه او كل برودكت بتشتغل عليه، لازم يكونوا الارتكل ما يقلش عن عدد الكلمات، لازم يكون بيتضمن صورتين، لازم يكون معمول اس اي او ومعمول ميتا تايتل وميتا ديسكريبشن وهكذا. فانت بتحط له الجايد لاين بتاعك، وبناء على ده بتحط له النتيجه، وبناء على ده بتحط الكي بي ايز، وبناء على ده هو بيديك ريبورت. فاوريدي انت بتقرر الاثنين ببعض، فانت خلاص كده قفلت الجيم. فلما بنيجي نراجع الارتكل، بنيجي نراجع الكونتنت بعد كده، كذلك السوشيال ميديا، لما بنيجي نشتغل على السوشيال ميديا لازم بنراجع الكلام ده. انت دلوقتي معدل الانجيجمنت والترافيك اللي انا مستهدفه قد ايه؟ طب بلاش معدل الانجيجمنت والترافيك، انت مستهدف ايه؟ يعني انت مستهدف ايه من الكونتنت بالارقام، وبناء على ده بتشتغل. طيب تعالى بعد كده نشوف الجزء بتاع او الراجل بتاع الاي سي او، تمام، الراجل بتاع الاي سي او. طيب خلينا هنا نقول ان في كي بي ايز اساسيه، في كي بي ايز اساسيه، وبتبقى وان شوت كده، هو الاوبجكتيف بتاعته كده. الاي سي او، شغل الاي سي او مبدئيا نتيجته ايه؟ مبدئيا نتيجته المفروض الصفحه الاولى،
خلاص انا نتيجتي في اول الاي سي ان انا ظهر في البيج رقم واحد، تمام. بس طيب هل بقى انا ظهرت ومعيش كلاكس؟ هنا الموضوع بالنسبه لي لا، انا لازم اظهر يبقى ليا كلاكس، تمام، او انا بيحصل معايا كلاكس. فهنا معدل السي تي ار، تمام، دي اول كي بي ايز. انت لازم تجيب لي سي تي ار بمعدل معين. طيب السي تي ار ده معدل او ده كي بي ايز بتاعتي. طيب ايه تاني ممكن يكون معايا، او ايه تاني انت عندك هنا المفروض مثلا؟ كام ليد، تمام، لو انت بتشتغل انت هنا هنقول كام ليد. طيب انت طلعت لي كام ليد، طلعت لي كام عميل، البيجز اللي انت طلعتها جابت لي كام ليد، تمام. فدي كي بي ايز لازم تقيس عليها. فانت بتقيس على السي تي ار وبتقيس على الايه الليد بتاعتك، تمام، بتقيس على ايه الليد بتاعتك، انت في كام ليد ايه، تمام. طيب لو انا اي سي او لي او هنقول، خلينا هنا نقول عشان بس ما نخسرهاش في حته معينه، المبيعات تجي منك كام عميل، او هنقول كام عميل، تمام، انت جبت لي كام عميل، والعملاء دي كواليتي ولا مش كواليتي، يعني هو الليد هو كواليتي ولا مش كواليتي، وهكذا. فانت بتقيس الارتكل بتاعك ظاهر في الصفحه الاولى، والمفروض ان هو غير ان هو ظاهر في الصفحه الاولى، انت السي تي ار بتاعته كويسه، فاوريدي بتسمع عدد ليدز، فاوريدي المفروض انت بتجيب لي كام عميل في الاخر. طب الجايد لاين بتاعتك ايه؟ لا، الجايد لاين بتاعتي ان انت لازم تكون شغال الجزء بتاع الاوف بيج، وشغال الجزء بتاع الاون بيج، وشغال الجزء بتاع التك، والويب سايت يكون سرعته مظبوطه، وتحط له الجايد لاين بتاعته. وبناء على الجايد لاين ده احنا بنحاسب اخر الشهر على كي بي ايز محدده، تمام، وبنجمع الكي بي ايز على مدار المفروض الايه الشهر. طيب تعال نشوف الراجل بتاع الميديا باين، تمام، الراجل بتاع ال ماشي الميديا باين. طبعا دي المعايير الاساسيه، انت ممكن بقى بتضيف وتعدل على المعايير دي بناء على اوبجكتيف البيزنس والاوبجكتيف بتاعت الماركتنج وايه المعايير بشكل كامل على حسب الشروط. طب الميديا باين مبدئيا كده المفروض انت معاك معايير اساسيه لازم احنا بنتحاسب عليها. اول حاجه بالنسبه لي، اهم حاجه بالنسبه لي، انت المفروض مبيعات، هات لي كام من المبيعات، انت قلت لي كام، ايه اللي حصل، الكونفرجن بتاعتي ايه اللي حصل فيها، ودي بتتلخص في ايه جزء الكونفرجن. طيب المبيعات ممكن في سيستم تاني او رول بتاعت شركه تانيه، المفروض انت مش مسؤول عن كام بيع، انت المفروض انت مسؤول عن عدد عملاء، تمام، بالنسبه لي كل شهر. ولنفترض عدد عملاء، انت المفروض كل شهر تجيب لي حوالي 100 عميل، فال 100 عميل دول قفل ما قفلش انا، ويكونوا من المعايير بتاعتي ان هم يكونوا كواليتي، تمام، انا عندي المفروض كواليتي على الايه الشغل. فانت ما ينفعش تجيب لي ليد، او ما ينفعش تجيب لي ليد وتقول لي خلاص انا جبت لك عملاء، تمام. لا، هو هي مش كده، هي مش كده، انت هو مش عدد، تمام، هي مش عدد، انت المفروض جبت لي كام ليد، تمام، بس لازم أن يكون في كواليتي. طب لو انا شغال في الاي كوميرس، لا انت عملت لي كام كونفرجن، تمام، فاوريدي في الاخر ده كله بيسمع في المبيعات، لكن لازم الايه يكون الكلام ده مكتوب. فانا حطيت له جايد لاين، وبناء على الجايد لاين ده حطيت له المفروض الكي بي ايز، وبناء على الكي بي ايز ده بناء على الريبورت بتاعه المفروض ان هو بيشتغل على الجزء ده، تمام. وبتبني بقى الامبلمنتيشن بتاعتك بناء على الاجزاء دي كلها. فانت لازم بتحط السيستم بتاع الشغل، وتحط الجايد لاين على حسب كل بوزيشن، وبتحط ايه التفاصيل بتاعته ككي بي ايز، انا بناء على الجايد لاين دي محتاج احقق النتائج دي، فانت المفروض ملزم بيها وتسلمها لي في التقرير، وبناء على ده لازم التيم يكون الايفالويشن بتاعته معروفه عشان تحط كي بي ايز مظبوطه. ما ينفعش احط كي بي ايز على تيم هو اوريدي اقل جدا جدا من انه يحقق ده، والتيم ده لازم يكون ليه معايير معينه، فاهم سوفت وير كويس، والايميلز والسكيلز واللانجوج والاي اي، ولازم كمان النولج بتاعته تكون متقسمه وانت بتقيسها للاكشنز والدوكيومنتيشن والاتشيفمنت بتاعته. والمانجر لازم يكون عنده نولج مينيمم 25%، 25% من النولج بتاعت
التيم بتاعته، يعني الديزاينر يبقى فاهمه، الاي سي او يبقى فاهم هو بيعمل ايه، القصص دي كلها لازم يكون عنده التك كويس، هو فاهم تك كويس، قادر يتعامل مع التكنولوجي بشكل عام بشكل كويس، من اول جزء الاي تي للدرايف للكونتنت للاي سي او لللانجوج للاي ار بي بتاعته او معاملاته مع السيستم والدوكمنت بشكل كويس والبرزنتيشن سكيلز بتاعته كويس، والمانجمنت ليفل لازم يكون هو قادر ان هو يعلم الناس اللي معاه وينفست فيهم بشكل كويس، ويكون قادر يرسم جايد لاين للشغل وفاهم التاسكس بتاعت الناس وقدر ان هو يمانج ليها بشكل كويس، وقادر ان هو يحط على ده كي بي ايز ويكون فاهم البرودكت والسيستم والبيزنس اللي شغال عليه وفاهم الورك بيزنس او الورك سيستم بشكل كامل، ويقدر يعمل بلان ويدرس الماركت ويكون عامل اتشيفمنت كويس عشان يقدر ان هو يكون مانجر بشكل كويس، والمفروض كمان يتحط له حتى هو لو ما فيش حد بيحط له، هو يحط لنفسه اوبجيكتيف معينه ويحط لنفسه جايد لاين للشغل ويحط لنفسه الجزء بتاع الجزء بتاع الاتشيفمنت والكي بي ايز بتاعته والجزء بتاع الكونتنت، لازم انت وصلت وظيفتك ككونتنت انت توصل المسج بتاعت الشركه لعدد معين من الناس عشان تحقق الاوبجيكتيف بتاعت البيزنس، فانت مطالب بده ايا كانت الجايد لاين وايا كانت الكي بي ايز اللي بتحطها لك على حسب كل بيزنس انت بتشتغل عليه، والجزء بتاع الاي سي او انت مطالب انت بعدد سي تي ار معين، وبناء على ده بيحصل كونفرجن معين بيتحقق منه ليدز، ومسؤول عن الكواليتي كميديا باير انت لازم كميديا باير ان انت تكون مسؤول بشكل كبير عن البودجت، ازاي ان احنا باقل بودجت ممكنه نقدر نجيب عدد كونفرجن او عملاء بشكل كويس وايه يكون ليهم كواليتي بشكل كبير. ف اي حد بيتكلم في الكي بي ايز هتلاقيه بيتكلم على المعايير الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاخر، لكن بيتناسوا او بينسوا بشكل كبير الاستراكشر الخاص بازاي ان انا اشتغل على ان انا احط كي بي ايز اصلا، او الريكويرمنت الخاصه بايه الكي بي ايز، الريكويرمنت الخاصه ب الكي بي ايز علشان الناس تبقى فاهمه كي بي ايز بشكل كويس وقادر ان هي تشتغل على الجزء ده. خلينا نشوف المايك ونشوف لو في حد عنده سؤال. في حد عنده سؤال؟ سؤال في الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها او سؤال بره؟ اوكي طيب، حد يكونفيرم معايا ان الصوت اصلا شغال؟ أنا سامع تمام. اوكي تمام طيب اوكي كويس جدا طيب تمام، يعني ده كده تقريبا كل الحاجات اللي انا كنت محتاج اوضحها لكم النهارده او ان احنا نتكلم فيها النهارده بشكل كبير، والمفروض يعني انت حتى لو انت مش في جزء من جيريال ليفل او في جزء من ده يعني انت تبقى فاهم، يعني تبقى فاهم ال تبقى فاهم الشغل ماشي ازاي، يعني تبقى فاهم البيزنس نفسه ماشي ازاي وفاهم انت بتحقق نتائج ولا لأ، وفاهم انت يعني قادر تكون، يعني انت فاهم السيستم اللي انت ماشي فيه، لان انت كل ما كنت مميز كل ما كنت فاهم كل ما كنت مميز، يعني كل ما انت اوريدي انت فاهم فاوريدي انت هتلاقي نفسك مميز بشكل كبير، يعني انت انا فاهم اوريدي انا مميز، مش فاهم مش هتقدر تتميز في حاجة. طيب ممكن أسأل سؤال؟ أكيد أسأل، أنا أصلا كنت يعني بقول اللي عنده سؤال يعني. معلش أنا آسف، أنا حضرت المحاضرة متأخر، أنا آسف. هي لا المحاضرة لا مسجلة مظبوط؟ هي ريكوردد. تمام، يعني أقدر أشوفها تاني، لأن أنا والله بالظبط، كنت حابب إن أنا أحضرها من بدري بس ما حصلش نصيب يعني. ما فيش مشكلة، تلاقيها على الويب سايت كده. إن شاء الله. بس كان في سؤال، معلش،
هو ممكن لو انا يعني انا عندي مخزوني او كده، انا سالت كذا حاجه قبل كده مع حضرتك انا فاكر. وعندي بضاعتي وكده، فهل انا ابتدي استخدم اي ار بي سيستم عشان ابتدي اكونترول الموضوع كله، ولا ممكن على اكسلات زي ما انا شغال؟ لا لا لا، اشتغل اكسل. بص هقول لك حاجه، والكلام ده تقريبا كان في المره اللي فاتت، انت ما دام حاجه مش هتدخل لي جنيه وفي بدايل خلاص استخدمها، ليه لا؟ ما دام انت الاكسل شيت بالنسبه لك تمام خلاص اوكي كمل على ده زي الفل. ليه بقى اشغل نفسي باي ار بي او هكذا وادخل نفسي في دوامه انا اوريدي دلوقتي في غنى عنها؟ فما دام انت محقق نجاح وده مش هيسكيل معاك في حاجه، مش هيوسع معاك السكيلينج او مش هيمبروف معاك في حته معينه. يعني لو انا عندي مشاكل مع الاكسل شيت او الدرايف لان هو مش مظبط لي حته معينه، هنا ادور على البديل. انما ما دام انا شغال اوكي خلاص، ما دام انا مش هعدل حاجه بايظه او انا مش هطور في حاجه عشان تضيف لي حاجه خلاص اوكي زي ما كمل. مش فرحتي شغال فهمت وفي الاخر الدنيا بالنسبه لي ما تبقاش ظابطه، لا. فهمت قصدي حضرتك. طب هل في موضوع الكي بي اي انا اقدر احط لنفسي كي بي اي انا في شغل انا؟ طبعا 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 لازم نحط كي بي اي لنفسي عشان انا اقدر. بص اقول حاجه حضرتك على حاجه، والحاجه دي انا لسه بواجهها لحد دلوقتي، ان انا امانج الشركه والبيزنس والناس اسهل من ان انا امانج نفسي. ليه؟ انت نفسك انت بتاخدك وخلاص، الوقت بيجري معاك، الامور بتجري معاك، انت خصوصا لما انت ما بيبقاش في حد بيلزمك بحاجه. فلا انا لازم الزم نفسي، والمانجر بتاعي او بتاع حضرتك او بتاعي او الناس اللي شغاله فاتحه بيزنس نفسها هو التايم. يعني فعلا هو الوقت، وده كنا اتكلمنا فيه ايوه حضرتك المحاضرة اللي فاتت. الميتنج اللي مظبوط. فات، التايم يعني الوقت هو اللي هتلاقيه مديرك. فانا معايا 12 ساعه 16 18 20 24، انا التايم ده هو مديري فهو بيعد عليا، ده بيديني ديدلاين فانا لازم التزم بيه. فلا لازم طبعا تحط لنفسك كيب ايز، وعلى الاقل على الاقل حتى لو انا ما حققتهاش ابقى انا فاهم انا فين، انا بحقق فين. والكيب ايز دي تبقى مبنيه على النوليدج بتاعتي والسبيس بتاعتي. يعني ما ينفعش احط لنفسي انا لازم انا اطلع 100 اوردر وانا اوريدي السبيس بتاعتي لا تسمح ماديا او نفسيا او جسديا او تايمنج او ايا كان بغير ب 50 او 40 اوردر. خلاص انا ليه هموت نفسي كده؟ فلا بحط لنفسي الكي بي ايز المناسبه ويعني في الوقت المناسب واظبط على هذا الاساس. انما ما اروحش ان انا اموت نفسي والامور بالنسبه لي مش احسن حاجه. تمام اوكي تمام. انا شكرا جدا لحضرتك، وان شاء الله المحاضرات الجايه تبقى احسن واحسن ان شاء الله، بإذن الله وفعلا بستفاد جدا من حضرتك والله. ربنا يحفظك، والله ده من ذوقك بس ربنا يحفظك. شكرا. نعم اوكي تمام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اكيد اتفضل. تمام. كنت عايز اسال، هو ايه الربط اللي ما بين الكونتنت او الكوبي رايتنج والداتا اناليسز؟ اوكي حلو، هقول لك على حاجة. الداتا اناليسز هي كل حاجة، هي داخلة في كل حاجة. طيب الداتا اناليسز دي اصلا بتشتغلها ازاي او في مزيد او هي بتاعت ايه او ايه الداتا اناليسز اصلا؟ انا بعمل اناليسز او بعمل تحليل لكل حاجة، بحولها لارقام واحصائيات عشان اقدر اعرف هل هي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة. طيب تعالى ناخد ده في الكونتنت. في الكونتنت الداتا اناليسز بتاعته ايه؟ انت ممكن تكون بتسال السؤال من وجهتين نظر، انا بتاع كونتنت وعايز اروح هناك فازاي اربط ما بين الاثنين، او انا ازاي اقيس الكونتنت بتاعي واستخدم الاناليسز في الكونتنت بتاعي. واي ثينك ان هي بالضبط. الاولى تمام. تمام. طيب الاناليسز انا باخد كل الارقام اللي موجوده بالنسبه للكونتنت اللي معمول وابتدي اشغلها. طب انت ممكن تربط ما بين ده وده ازاي؟ اشتغل على ويب سايت واربط الويب سايت واشتغل كونتنت على الويب سايت ده بشكل كويس، واربط الكونتنت بتاع الويب سايت ده بجوجل اناليسز، واربط جوجل اناليسز بجوجل داتا ستوديو او جوجل لوكر ستوديو. وهنا انت هتبتدي تشوف الاناليسز بتاعت الكونتنت بتاعك بتعمل ايه. هتشوف بقى ده منين، هتشوفه من السي تي ار، وتشوفه من الترافيك، وتشوفه من الكونفرجن والقصص دي كلها.
فطب انا ممكن اعمل ده في ايه؟ في الميديا باينج؟ اه. ممكن تعمله في الاس اي او؟ اه. ممكن تعمله في كل حته عادي جدا. فالداتا اناليسز هي جزء من الشغل من الكونتنت وبقيه الاقسام. يعني انا بنستخدم الداتا اناليسز في كل حاجه. ممكن استخدم بقى جوجل اناليسز، ممكن استخدم شيت اكسل، ممكن استخدم اي حاجه تانيه. المهم ان انا فكره الداتا اناليسز ان انا معايا داتا بعمل لها اناليسز عشان بناء على الاناليسز دي اخد قرارات. طيب تعال ناخد مثال. انا كتبت ارتكل او كتبت مقال على ويب سايت بتاع كونتنت، والمفروض ان انا حاولت اعدل فيه بشكل كبير علشان اوصل لليفل معين. الداتا اناليسز هتقول لي مثلا، او انا بعمل اناليسز للداتا، طبعا هي ليفلز، يعني ممكن ده ليفل صغير فيه ليفلز اعلى واعلى واعلى لحد ما اوصل لبيج داتا وهكذا. طيب الكونتنت ده المفروض ان هو هيديني اناليسز، كام حد دخل، الناس قعدت قد ايه على الويب سايت في الصفحه دي تحديدا، الناس اللي دخلت دي من سن كام لسن كام، الناس اللي دخلت دي رجاله وسيدات، الناس اللي دخلت دي خدت اكشنز ولا لا. هوت جار مثلا يديني اناليسز على تحركات الناس جوه، وبناء على ده اتحرك، هل اللي انا عملته ده مميز ولا مش مميز، اللي انا عملته ده جايب نتائج كويسه ولا انا محتاج احسن، وبناء من هنا اتحرك. فالداتا اناليسز وظيفتها سواء بقى في الكونتنت تحديدا او بره الكونتنت، هي بتديني الارقام اللي بناء عليها باخد القرارات. فعلاقه الاثنين ببعض ان انا اناليسز الكونتنت، ممكن استخدم فان بيج كارما للسوشيال ميديا اناليسز واطلع الاناليسز بشكل كامل. ممكن تشوف الاناليسز بتاعت سوشيال ميديا وورلد، هتلاقي الناس دي عامله اناليسز بشكل جبار. بص الناس دي ازاي من طبيعه الكونتنت او البلاتفورمز نفسها بتطلع الناس بتنجيج ازاي، بتتفاعل ازاي. فالداتا اناليسز هي جزء اللي هي تجزأ من الشغل بشكل كامل في كل الديبارتمنت او في كل التخصصات بتاعت الماركتنج او الديجيتال ماركتنج. فانت لما تعمل اي اكشن ايا كان ايه هو، ازاي ان انا اناليسز ده واطلع منه ارقام عشان اخد عليه قرار. بمعنى في اي حاجه بقى، انا رحت شركتين عملت انترفيو والاثنين اتقبلت فيهم، هنا بعمل ايه؟ بعمل اناليسز الوقت، الفلوس، التايم، الراحه النفسيه، شوفي المكان، الليرنينج بتاعته، اسم المكان او اسم البراند. فهنا انت بتعمل دماغك نفسها بتعمل اناليسز للموضوع، هل انا الموضوع انا مستفيد ولا لا. كذلك الكونتنت، تمام. فلازم تشتغل على ده. ده وقت الاثنين ببعض يعني. تمام. طيب هو في حاجة ممكن حضرتك ترشحها إن أنا أبدأ بيها في داتا أناليسز؟ أنا عندي شوية أساسات كويسة في الستاتستكس إلى حد ما، ويعني انجيجت شوية مع الإكسل والأرقام يعني. بص يعني اي بي في الداتا اناليسز، اي بي في الداتا اناليسز لوكال ستوديو والاكسل. بص الاكسل هو اي نعم، هو مش في ناس تبص للاكسل ان هو لا اكسل ايه ده، انا محتاج بقى تولز اعلى من كده. في تولز اعلى من كده بس كلها اسهل من الاكسل، والاكسل يقدر يعمل لك اي حاجه في الدنيا، تمام. تتخيلها في اي تولز تانيه. فانت حط نفسك اكسل وطلع من الاكسل على لوكال ستوديو ايا كانت ايه هي الداتا. لو انت فهمت الكونسبت ده افهم بقى الداتا اناليسز اصلا بتمشيها ازاي، وافهمها بشكل عملي شويه. بمعنى انا لازم بعمل داتا جاذرنج، وبعد الداتا جاذرنج ببتدي اطلع الداتا دي واعملها فلتر وهكذا، يعني والبروسيس بتاعت الداتا كلها. فانت افهم بقى المين كونسبت بتاع الداتا اناليسز وابتدي طبق ده على بروجكت صغيره في شيت اكسل وطلعها على جوجل لوكر استوديو. تمام، شكرا لحضرتك. نعم اوكي تمام. انا بتسأل سؤال كتير من العملاء عبارة عن انا هدفع كام في الاعلان وهتجيب لي كام قصادهم. بتسأل السؤال ده في العديد من الانترفيوهات الوظائف، فعايز اعرف ايه السؤال ده ايه من فضلك، وحابب اشكر حضرتك على كمية المعلومات القيمة. تمام اوكي شكرا يا احمد. بص اقول لك على حاجة، انا دلوقتي المفروض هدفع كام وهيجيب لي كام؟ الميديا باينج او شغل الادز بشكل عام مبني على جزئين، تمام؟ مبني على ايه؟ جزئين. الجزء الاولاني ليه علاقه بالتست، والجزء الثاني ليه علاقه بالسكيلينج. ف اي حد عنده سؤال يسال عادي. ف التست ايه؟ وبناء عليه اعمل سكيلينج. فعلشان اعرف حضرتك هتدفع فلوس كام في الاعلانات ونجيب كام، لازم نعمل تيست. وده حتى للناس اللي شغاله بقى لها السنين. انا دلوقتي عندي منتج جديد، فالمنتج الجديد ده انا مثلا بقى لنا 5 سنين شغالين اي كوميرس، المنتج الجديد ده لازم نعمل اعمل عليه تيست اشوف المنتج ده هيصرف كام
واقدر اسكيل فيه على كام. فلما تسال السؤال ده لازم اقول ايه التيست بيقول ايه، بناء على ده نحدد التيست بيقول ايه، بناء على ده نحدد. ولازم بنحط افريج بناء على التسعير، واحط اوبجيكتيف لده. يعني لما اجي اعمل تيست، انا المنتج ده مكلفني المفروض 3 ريال، فانا المفروض بعرضه ب 10 ريال، فانا حاطط ميرجن او حاطط حاجه اسمها الكاك الاكوزيشنز او القطعه نفسها عليها المفروض 2 ريال، فانا متارجت ده. فبناء على ده انا بفضل العب وتيست واشتغل على ان انا العب ان انا اطلع المنتج يقف معايا على 2 ريال ماكسيمم 3 ريال، فريد اطلع الباقي. احاول انفذ او اوصل للمستوى ده، اوصل للمستوى ده في الايه؟ في التيست، بعد كده اعمل سكيلنج. فعلشان اجاوب على السؤال ده وانا في الاول ما اعرفش او ما عملتش تيست، لا يبقى الوضع بيكون مختلف. ليه؟ كل المعايير مختلفة. كل المعايير مختلفة ازاي؟ المنتج هتلاقيه مختلف او البروجكت مختلف، التايمنج مختلف، الاد اكاونت مختلف، البادجت مختلفة، البلاتفورم مختلفة، البزنس نفسه مختلف، الاوبجكتيف مختلفة، الاد نفسها او الاد جول مختلف، الكومبيتيشن او المنافسة مختلفة، الكرييتيف مختلف. بص انا عديت لك دلوقتي 10 حاجات مختلفين، لازم على الاقل هتلاقي في معيار واحد مختلف هو اللي بيغير لك الايه النتيجه بتاعت اللعبه دي كلها. فلازم تعمل تيست وتكون انت عارف الاكونت وعارف البرودكت اللي هتشتغل عليه وعارف النيتش اللي انت شغال عليه ده بيلعب في رينج كام، ومعايير كتير عشان تقدر تطلع ان انا المفروض هدفع كام وادخل كام. لا احنا لازم نعمل تيست، ولازم اقول لك افريج مثلا ان انت هتدفع. ساعات احنا بناخدها تشالنج. يعني ايه تشالنج؟ يعني بقول له انا دلوقتي هتدفع كام؟ ساعات في بروجكتس بنقول له ايه؟ 10% من المبيعات لحد 20% هو ده البادجت اللي هتدفعه. يعني انت لو بتبيع المنتج او انت بتبيع او ال ب 10 جنيه، فاحنا معانا 2 جنيه تمام لازم نشتغل بيهم ونطلعهم على المنتج مينيموم تمام. فهنا انت بتلعب في تاخد ريسك في التيست على الكلام ده، وبناء على التيست بنحدد هل الكلام ده هينفع ولا مش هينفع. فلازم تشتغل على الكلام ده كله، والاستراتيجيات بتاعت الشغل مختلفه. في ناس بتبوش اصلا، يعني استراتيجيات الشغل نفسها مختلفه. بمعنى انا ممكن دلوقتي اشتغل اد، اشتغلها بحاجه اسمها سنجل كامبين، هو اد كامبين فيها اد سات وفيها اد وخلاص زي الفل كده، ونعمل بيها تيست ونشوف الدنيا هتبقى ازاي، ونفضل ايه نأدت في التيست لحد ما نوصل للدنيا. هنا انا بصرف بادجت قليله قوي لان انا خايف على البادجت. ممكن انا اشتغل بطريقه تانيه، اعمل كامبين فيها 3 اد سيت، وكل اد سيت فيهم 3 اد، فانا اوريدي بلعب في 9 اد. علشان ايه؟ عشان اطلع الوينر بسرعه. فهنا انا بادجت كبير، بصرف بادجت كبيره، بس اوريدي التيست وقته قليل. طيب هنا بقى انت صرفت كام وانا صرفت كام؟ انت بتلعب بطريقه وانا بلعب بطريقه، انا هطلع النتيجه في وقت قد ايه وانت هتطلع النتيجه في وقت قد ايه وهكذا. فلا انا من وجهه نظري اجابه السؤال ده التيست بيقول ايه، وبناء على ده نحدد، والبزنس نفسه حاط اكوزيشنز كام لكل منتج وبناء على ده نشتغل. ده الاجابه بتاعت السؤال ده يعني، واتمنى ان انا اكون وصلت لك المعلومه يعني. اوكي تمام. ماشي، كان في حد تاني عنده سؤال؟ لا انا معلش اه لا اتفضل. بس كنت بسأل سؤال معلش. انا مع بعمل كامبين على طول تفاعل وكده وبيجيلي منها مبيعات ورسائل وكده، فممكن اجرب السيلز نفسها عن طريق ان انا اختار مسج الهدف بتاعها مسج، لان انا ما عنديش كونفرجن، لان ما بعملش كونفرجن. هل انا ممكن من اختيارات الكامبين نفسها اخلي التارجت سيلز؟ ما جربتش الاوبشن ده قبل كده يعني. بدل معلش تاني، يعني انت بتقصد ان انت محتاج تشتغل، تقصد سيلز كامبين بدل المسج انجيجمنت؟ بص هقول لك حاجه، انا كمحمود، هي بتختلف من استراتيجي لشخص تاني، بس انا كمحمود لما ببص للموضوع ده ببص انا بلعب في كوست قد ايه، والمودريشن اللي معايا وضعه ازاي. يعني لو انا معايا مودريشن المفروض ان هو معاه تارجت المفروض يحققه وهو بياع، انا مش هشتغل سيلز اصلا. ليه؟ لان هو قادر ان هو يقنع العميل اللي جاي بانجيجد معاه فيقدر يدخله يشتري.
طب لو انا معايا المودريشن تعبان انا هشتغل سيلز، لان هو انا معايا المودريشن تعبان مش هيقدر ان هو يبيع او يقدر يسيل على العميل. دي نقطة. النقطة التانية ببص للبودجت، هل البودجت هتسعفني ان انا اشتغل سيلز ولا اشتغل انجيجمنت؟ فلا ببص للبودجت، لو البودجت هتسعفني ان انا اشتغل سيلز بشتغل سيلز، لو البودجت مش هتسعفني في السيلز بشتغل انجيجمنت. فدول المعيارين اللي ببص فيهم، هل انا اشتغل انجيجمنت مسجز ولا اشتغل سيلز مسجز؟ طب حضرتك بتفضل ايه؟ انا بفضل ايه؟ ما على حسب النتيجه، على حسب المعيارين دول بيقولوا ايه. بس انا على طول بعمل انجيجمنت على طول، وبتجيب معايا مبيعات كويسة، زي ما انت، لان زي ما انا انت معظم الوقت بهندل الموضوع انا. هو ايه بالظبط، هو ده اللي انا كنت لسه بقول عليك عليه. طب انت دلوقتي هتسيب الموضوع بناء على ذاكرتي يعني مثلا، او السكيل اي مظبوط، اه بتجيب حد؟ طب الراجل اللي هيجي مظبوط. يشتغل هيهندل زي ما انا بهندل، ولا هيجي يقلب لي العميل ومش هيعرف يقنعه؟ تمام. وبناء على ده ابتدي، يا اما انا اسكيل على السيلز، او ان انا ادني زي ما انا في الانجيجمنت وانا ايه الحق وراه كده لحد ما هو يفهم طبيعه الايه الرد على العملاء في البيج دي او البيزنس ده ماشي ازاي. وممكن تعمل تيست، يعني انت تطلع بادجت كده في مره مثلا تحقق الجروس بتاعك او تحقق التارجت بتاعك 120 او 125%، خد ال 25% اللي انت حققتهم واعمل تيست سيلز وشوف الوضع هيكون عامل ازاي. هل هيبقى كواليتي اعلى بالنسبه لي والريزلت هتبقى او الكوست بالنسبه لي هتبقى تمام، ولا لا انا بالنسبه لي الكوست هنا هتبقى عاليه والدنيا بالنسبه لي مش احسن حاجه. واعمل تيست بال 25% كلهم، يعني ما تبداش التيست وتروح لا 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 البادجت عالي فتروح قافل، لا سيب التيست ياخد حقه. معلش انا ممكن اسال سؤال يعني رخم، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش اجابته بقالي سنين، معلش ان لا انت لا حد اتفضل. بتضحكوا لي. لا لا هي عادي انا اتفضل. عمري ما عملت اي بي تيست، تمام، لان انا نعم. اصلا مش فاهم الكونسبت بتاعه. انا كل اللي ببتدي اقوم داخل اعمل كامبين انا عارف البرودكت ده وينر، انا عارف اللي هو هيجيب معايا مبيعات، انا طيب ماشي. هقول لحضرتك على حاجه، بص مش لازم انت تقصد الاوبشن بتاع اي بي تيست، نفسه. انا اصلا ما بستخدموش كمحمول تمام، بس عشان انا يبقى عمري ما استخدمته ولا ولا عارف تستخدمه. اصلا مبدأه. بص ما لا ما انا ما بس انا بحب دايما، بص كنت في انديفيدوال ميتنج من كام يوم في الحته دي كنا بنتكلم في ايه؟ لا انا انا اللي اتحكم في مانيوال، بس اسيبك انت التيست في الفيسبوك يعني او الميتا او الاد اكونت. لا انت اعمل تيست وانا اللي اتحكم معاه في الايه وهشغل ايه واعلم ايه ومعلش ايه. لكن انا لما بشتغل بقى اعمل تيست بشتغل كل الكامبين لوحدها وبسيبها شغاله عشان انا اقدر ابص بعيني واشوف ايه اللي ينفع وايه اللي مش نافع. انما فيسبوك نفسه في الاي بي تيست هيوقف لي اللي المفروض هو مش شايفه ان هو شغال دلوقتي، في حين ان في كامبينز المفروض ان هي بتبقى بدايتها وحشه جدا جدا جدا، بس مع الوقت بتلاقيها بقت احسن كامبين انت اشتغلتها لما تبتدي تاخد وقتها. فلا انت اشتغل زي ما انت، بلس ان انت اصلا عارف الوينر برودكت، فاوريدي خلاص انت بتوفر على نفسك سبيس ناس تانية بتاخد عشان تعمل تيست، فاوريدي تمام مفيش اي مشكله انت اشتغل ده. انت بص مش لازم انا اشتغل، دي برضو حته في الميديا باينج مهمه، مش لازم انا اشتغل زي الناس عشان اقول ان انا ناجح. لا انا ما دام انا بحقق التارجتنج بتاعتي خلاص يبقى اللي انا بشتغل بيه هو ده ناجح، لان ممكن يكون الناجح معايا غير الناجح معايا غير الناجح معايا. فمش لازم انا حد بيشتغل اي بي تيست فانا اروح اشتغل اي بي تيست، انا ممكن اعمل تيست عشان اشوف هنا الدنيا فيها ايه وابقى فاهم، مش الاوبجيكتيف بتاعتي علي على اللي انا عامله، لا اوريدي تمام انا علي على اللي انا عامله بطرق بالاستكشاف بقى. تمام. انا دايما بشبه عمليه الميديا باينج دي بحته ايه، دكتور العمليات اللي هو بيستكشف، انت هو بيبتدي في العمليه وهو بيستكشف الدنيا جوه فيها ايه، وبناء على ده ياخد ديسيشن وهو جوه العمليه. احنا بنعمل كده، احنا بنبتدي ناخد العمليه ونبتدي ايه عمليه بيسموها في الطب ايه عمليه استكشافيه، بنبتدي نستكشف المشكله فين ونبتدي نحلها. هي نفس الفكره تقريبا، احنا بنعمل نفس الموضوع. انت ظهرت. طب السؤال الاخير بس، البليسمنت ممكن اخلي البليسمنت على مزاجي؟ يعني مثلا ما بعمل اعلان من الميتا على الفيسبوك، اخليها مانوال بليسمنت، واختار مثلا الفيسبوك اخليه في النيو فيدز بس، مش عايزه يظهر لي مثلا في ممكن الماركت عادي. بليس. لا انا ممكن. قصدي ده احسن، يعني انا شايف لا ده ده احسن من بقى. هو ده احسن لو انا عارف ان معظم المبيعات او بشوف في البريك داون بتاعتي ان في الداشبورد في البريك داون ان افضل الايام وافضل الاماكن اللي بيجي لي منها سيلز هو التايم لاين. خلاص انا ليه اصرف بادجت في الستوريز وهي ما بيجيليش منها سيلز؟
ولا ده من وجهة نظري انا؟ لا، ده صح. انا ليه بس بص اقول لك على حاجه، ده بالنسبه للكيس بتاعت حضرتك مش بالنسبه لكل الناس، لان انت عارف انت ماشي ازاي. انا عارف الوينر برودكت وعارف اكتر المبيعات اللي بتجي لي منين، فانت اعمل اناليسز واعمل انسايت ما تكررش من دماغك. ايه اكتر البوزيشنز او البلايسمنت اللي بيجي لي منها سيلز، وبناء على ده ابتدي اشتغل. يعني ايه البلايسمنت اللي المفروض بيجي لي منها، وبناء على البلايسمنت خلاص انا هشتغل، ولا انا هضخ في البودجت كلها في البلايسمنت دي، وابتدي اشتغل على هذا الاساس. انا بتكلم على البليسمنت نفسها، مثلا الفيسبوك مثلا نفسه، بقول مثلا لا خلي لي في الفيسبوك فيد ومثلا ما تخليليش في الماركت بليس، انا مش هقول عايز لك على اعلان حاجة، يظهر في الماركت بليس. هقول لك على حاجة، أنا برضه أقول لك على حاجة، أنا من وجهة نظري إن البيهيفير بتاعت الناس اللي بتفتح فيسبوك هي بتنجيجد أكتر مع التايم لاين أكتر من الستوري، مظبوط، وأكتر من الماركت بليس. الفيديو فيدز برضو. أه، لأن هو أصلا أوريدي انتباهه مشدود في الفيديو، تمام؟ ايوه فمش هتسيب مظبوط، الفيديو ايوه وتروح نفس تشوف تاني. وفي نفس الوقت هو في التايم لاين بيسكرول، فهو متعود على انه يسكرول. في الماركت بليس هو اوريدي العميل داخل بيدور على حاجه لو بادجت شويه، او حاجه بالظبط. مستعمله، حاجه ايا كان ايه هي، فهو بيدور. فهنا وانا البرودكت بتاعي مش لو بادجت. بالظبط. وانا بالظبط، فانا لا، انا البيهيفير بتاعت الكلاينت بتاع فيسبوك عامل ازاي، وبناء على البيهيفير دي ببتدي اشتغل. عشان كده فعلا انا كل يعني معظم الاوقات بخليها في السكرول في الفيسبوك فيدز، اللي هو اللي هو بيسكرول اصلا عنده وقت فراغ، هو في اي حاجه دلوقتي عنده نيد ايه بقى، هو اول ما يلاقي المنتج بتاعي هو النيد بتاعه ظهر. يعني انا بلعب الحته دي. اما في الماركت بليس هو اوريدي بيدور على اقل سعر، في الستوري هو بيسكيب، الفيديو هو عايز يسكيب الاد عشان يتفرج على الفيديو، لأن بالظبط هو مهتم بالفيديو مش مهتم بالإعلان بتاعك. بالظبط. وفي فأنا ده نفس كل ده الوقت كنت برضه، احنا كنا بنتكلم قبل كده على ايه؟ اللي هو انا المنتج بتاعي هل هو طوارئ زي شغل المستشفيات والزيارات المنزليه ومش عارف ايه القصص دي، والعميل بيدور عليا فانا محتاج اظهر له في جوجل اكتر، ولا اه انا حضرتك قلت الحتة دي فعلا. اه ولا العميل بتاعي لا، انا ممكن اظهر له على السوشيال ميديا عادي جدا، وهياخد اكشن معايا لانه قاعد على الكنبه زي ما قلنا، وان هو بي 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 بيسكرول، فممكن ياخد اكشن ويقول لي منين، او اشتريك منين، او انت بتاع ايه، والقصص دي. ايوه تمام، فهمت قصد حضرتك. تمام، معلش انا اتعب حضرتك جدا في الاسئله ولا اي حاجه، واسئله كده، بس نستفاد كتير جدا والله. ربنا شكرا يخليك. نعم. شكرا. طيب، المفروض يوم السوشيال ميديا سبيشالست يمشي ازاي؟ صناعة التشطيبات لسه مفيش سيستم واضح، لان قسم الموقع لسه جديد، انا مسؤول عن الادز الكونتنت وتابعة التصوير وهكذا. طيب هقول لك على حاجة، السوشيال ميديا سبيشالست جوه كل شركة، او مش حتى السوشيال ميديا سبيشالست، كل شركة بيكون ليها طباع على حسب الناس اللي شغالة فيها. لا، انا عندي السوشيال ميديا سبيشالست ده كل حاجة. طيب، السوشيال ميديا سبيشالست هو بياخد كل السوشيال ميديا بلاتفورم يشتغلها من اي تو زي. يعني انت بتشتغل ادز وكونتنت وتصوير كل حاجه كسوشيال ميديا سبيشالست، لان انت متخصص جوه السوشيال ميديا. يعني انت تاخد فيسبوك ده تكتب له الكونتنت وتعمل له الديزاين على كانفا، او تعمل له الديزاين على اي حاجه تانيه، وتاخد الهاشتاجز تعمل لها انسايتس، وتعمل سوشيال ميديا اناليسز والقصص دي كلها، انت شغلانتك كلها جوه السوشيال ميديا. مالكش دعوه بجوجل اد، مالكش دعوه بيوتيوب، مالكش دعوه باي حاجه هي بره السوشيال ميديا، فانت شغلك كله جوه السوشيال ميديا، تمام؟ فاي حاجه بتعملها جوه السوشيال ميديا، فانت السوشيال ميديا سبيشالست، شغلك ليه علاقه بالسوشيال ميديا، فكل حاجه جوه السوشيال ميديا اعملها اعملها. ونصيحتي ليك، او من وجهه نظري، ان دي فرصه لو انت لسه في البدايات، اللي هو اول سنه لسه تاني سنه في الشغل، او يعني مش ليفل تاني سنه، بس انت لو في اول سنه في الشغل تمام، اوكي دوس. يعني فرصه، خش في الادز، خش في الكونتنت، وافتح مع نفسك. بعض الناس بتبص لها من حته البوزيشنز اللي هو ايه، لا انا عايز ابقى في حته معينه، لا مش هدوس، ادوس وافهم كل الدنيا اللي حواليك، علشان ان انت لما تيجي تتخصص في حته تبقى انت عارف تمانج الناس اللي حواليك، تبص على الناس اللي حواليك وهكذا. فدي حاجه كويسه، لا دوس واتعب هنا واتعب هنا واتعب هنا، وامسك النقط كلها واشتغلها عادي، تابع وكل، بس حاول على قد ما تقدر تكون
ما تخرجش بره، يعني ما تخرجش بره الاطار بتاع الديجيتال ماركتنج بشكل عام يعني. بس لا اوكي تمام، انت ممكن بتشتغل على كل ده في السوشيال ميديا، انت بتشتغل على كل حاجه هو السوشيال ميديا بوستز، حتى في ناس في السوشيال ميديا سبيشالست بترد كاز مودريشن، ده برضو موجود عادي جدا. اوكي تمام، في اي اسئله تانيه؟ بعد اذنك استاذ محمود، اتفضل. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا عمر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. المحاضره بتاعت المره اللي فاتت انا للاسف ما قدرتش اكملها عشان كنت خارج البيت، بس انا سمعتها تاني، سمعتها مرتين يعني بعد المره بتاعت يوم الجمعه، سمعتها مرتين لان الموضوع ده كان انا مهتم بيه، كنت بعمله بطبقه في حياتي يعني عموما. بس كان الموضوع ده كان فيه ثلاث عقبات بتواجهني. اول عقبه اني ساعات ببقى حاطط مثلا مخطط لحاجه وفي ظرف طارئ يحصل خلال اليوم، بالتالي فاربع خمس ساعات بيضيعوا، فما بقدرش اعمل اللي انا حاطه كبلان ديلي روتين او ايا كان. وتاني حاجه لو انا حاطط مثلا ميعاد ان انا هقابل حد والميعاد ده يتلغي، فساعتها بحس ان انا احترت، ما بقدرش مثلا احط حاجه مكان حاجه، بحس فاهمك. الدنيا لخبطت. وتالت حاجة للأسف أنا يعني حضرتك ما اتكلمتش برضه، أنا عارف اللي عايز يعمل حاجة هيعملها، بس باجي كده في آخر الأسبوع محتاج أحط راحة، فبحس بتقصير أو بتأنيب ضمير إن هو أنا لو نمت مثلا ساعتين زيادة أو أيا كان بحس إن خلاص فاتني كل حاجة وإن أنا مقصر. اوكي. بس دي ثلاث نقط يعني. طيب بص، انا مش فاكر اول نقطه، فخلينا ناخد تاني نقطتين وبعد كده ناخد اول نقطه تاني. ماشي ماشي تمام. خلاص. بص، بالنسبه للنقطه الخاصه بي، ان لما بيحصل لاج من او انا عندي ميعاد ومحدش جه، انا دايما عامل لنفسي ايه؟ بيك اب بلان. بمعنى ايه؟ عندي حاجه كده، انا معايا كتاب تمام على جنب، معايا اكسل شيت على جنب، في شغلانه معايا، لازم بيكون معايا حاجه على جنب بخلصها في الوقت اللي ضرب مني. بمعنى انا دلوقتي المفروض شغال على بلان تمام، فالمفروض ان انا بلان مثلا ماركتنج بلان او ماركت ريسيرش شغال عليها، فانا عندي ميعاد مع حد انديفيديوال ميتنج او حاجه، فهو اعتذر. اوكي، انا باخد البلان دي واروح حاططها في الوقت ده واشتغلها تمام. طب انا ما عنديش، باخد الحاجه اللي اوريدي فيها بلان تاني يوم وتالت يوم. بمعنى انا عندي كل يوم باخد 10 صفحات من الكتاب اذاكرهم، اوكي باخد بتوع تاني يوم. طيب ده تاني اختيار. تالت اختيار ان انا بشوف الحاجات اللي وقعت مني وما لحقتش اخلصها على مدار الاسبوع، اروح استغل الوقت ده واخلصها. فانت عندك تلات اختيارات، يا اما انت بتحط معاك حاجه ستاندرد هي بيك اب بلان بالنسبه لي في اي وقت فاضي، كتاب انا محتاج اخلصه، بودكاست مثلا، كولز، ايه، بودكاست مثلا، بودكاست مثلا عايز اسمعه، المهم في حاجه انا فيديو ميت اب عايز اسمعه ايا كان. فوانس ان حاجه ضربت مني، خلاص انا معايا الايه البلان بتاعتي ان انا بدلها. الجزء الثاني ان انا لا، انا معايا بلان تاني انا شغال عليها على جنب، فانا حاططها بالنسبه لي ببتدي اشتغل. الجزء الثالث ان انا عندي بكره او انا عندي حاجه قدام، فانا بقعد اخلصها واكسب وقت قدام، يبقى انا على الاقل مريح نفسي، حصل معايا دروب قدام فانا عامل سيف لنفسي. فهي بتاخد من الحاجات اللي ورا في الايام اللي وقعت منك، يا بتاخد من الحاجات اللي اوريدي في الفيتشر بلان، في البلان المستقبليه، او ان انت عندك حاجه على جنب ممكن تعملها، كولز مثلا، حد محتاج تتكلمه وتخلص معاه بيزنس كول او ايا كان، وهكذا. تاخد الحاجات بقى اللي انت محتاج تلمها كده، راح واخدها فيها وتلمها. طيب الجزء بتاع تأنيب الضمير، تأنيب النفس، بص هقول لك على حاجه، الموضوع ده مرض وانا يعني مريض بالموضوع ده ومش عارف اتعالج بصراحه، فبلاش انت تعمل ده تمام، لان ده موضوع مش احسن حاجه. انا بالنسبه لي لما بيعدي مني وقت، بيعدي مني حاجه، بحس بتأنيب ضمير، واليوم بالنسبه لي بيبقى مكركب. وبص عايز اقول لك على حاجه، لو انا ممكن اطبق يومين عشان اعوض الوقت، ايوه بالظبط احيانا بالظبط، مثلا دي حقيقة. احيانا انا لو خرجت مثلا ورحت خروجه مع أزعل إزاي؟ ناس، اللي هو أيوه اليوم ضاع تمام، بفضل بعته اليوم اقول له ايه، اليوم ضاع، اليوم ضاع، لحد ما هو اصلا زهق مني تمام. فانا لا، ده مش صح يعني، انا بقول لك انا بعمل ده اهو، بس ده مش صح. لازم يكون ليك وقت تريح فيه، وقت تنام فيه، وقت تشوف فيه اهلك او قرايبك او يعني الناس بتوعك وهكذا. لما اتكلمت مع حد في الموضوع ده، هو صديقي جدا جدا، لما اتكلمت معاه ده قال لي حاول تاخدها بفكره تانيه، اللي هي انت بتنفست في العلاقات بتاعتك.
بالظبط بالظبط. تمام. فكنت انا ساعتها رايح معايا في فرح حد زميلنا، و فكنت واخد معايا اللاب، وساعتها هو استغرب وقال لي، قلت له انا حاسس ان انا هقعد هفضل هنفضل قاعدين وانا مضيع وقت، فانا خدت اللابتوب صغير. اشتغل اشتغل بالفرح. فقال لي، فقلت له انا متاخر وعندي حاجات عايز اخلصها، وقال لي، وبعد كده بقى فتح الموضوع بيقول له انا بحس ان انا بضيع وقت، انا ما استفدتش حاجه. قال لي بص، هو هي مش كده، مش هتحس كده، حسب ان انت بتنفست في علاقاتك، عشان الناس دي لازم تكون عارف ايه يعني بتتعامل معاهم وهم بيتعاملوا معاك وهكذا. فهو هي فعلا كده، هي انفستمنت في العلاقات. تمام، مش لازم العلاقات تكون بيزنس واي دايركت، لا، انت ممكن تكون بتنفست في العلاقات، الناس اللي حواليك، جارك، ناس فوقيك، ناس تحتيك، ناس جنبك، فهي اعتبرها كده. وبلاش تخش في الموضوع ده، وده ما يخلكش تبقى حجه لنفسك ان انت تضيع وقت، أكبر دماغي. أيوة أنا فاهم. ولا تاخدها ان انا لا انا ضيعت، لا عادي، الحاجات اللي فاتتني احاول اعوضها، ويكون شادد على نفسي شويه. بس حته التأنيب دي، بقول لك اهو، انا كمحمود يعني مش عارف اتعالج منها، فانت ما تاخدش نفس الواي، ومش الموضوع هتخف يعني. بص، عشان مش موضوع محاولات الاحتراق اللي هي بيرن اوت دي. يعني مش هتخف يعني، الموضوع ده مش هيخلص، مش هينتهي. فلا، ما بلاش تخش في الموضوع ده، ولا اعتبرها يعني، لا يعني هاف فان شويه، وحاول ان انت تشتغل على، لا انت تحسبها بحسابات تانية يعني، واقنع نفسك ان هي حسابات تانية، عشان انت حتى الوضع بالنسبة لك بيبقى، لان ده هيحصل اجباري، لان انا بيحصل معايا بقى الموضوع ده اجباري ازاي، اللي هو بدوس بدوس بدوس، في الاخر خلاص انت بتقع غصب عنك، فبتسقط يومين، انت مش عارف اليومين دول ايه اللي حاصل فيهم، اليومين دول ايفنت، اليومين دول تسليم شغل، ايا كان اليومين، انت خلاص وقعت. تمام، فغصب عنك لو عملت ايه، انت وقعت اليومين دول وهتقعهم لحد ما تقوم تاني، فده هيحصل معاك وده بيحصل معايا. فلا، ما بتعملش كده. تمام، انت لا، انت ظبط وقتك، وقت راحه، وقت فصلان، وقت كذا، وفي نفس الوقت ادي الايه، الشغل حق. كان في سؤال اولاني بقى، اللي هو ايه، حضرتك جاوبت عليه اللي هو بتاع لو في حصل ظرف طارئ، انا كده عرفت ان هو انا هندل الدنيا، عشان بالتالي في حاجات ممكن زي مثلا ممكن اكون وقعت، وزي ما يكون مثلا حاجات اتلغت، فانا بعوض ده بده اللي فات او اللي جاي بعوضه في الوقت دوت. هو تمام. حضرتك جاوبت على كله. في يعني في حد اداني نصيحه جمله كده لما شافني كده وكنت بتكلم معاه، قال لي لكل عمل شره ولكل شره فتره. يعني كل عمل انت ممكن تعمله وتحس ان انت بتدي فيه مجهود كبير جدا لفتره، وممكن غصب عنك تيجي في الفتره دي تحس بفتور كده، فده طبيعي جدا ودي سنه البني ادم يعني عموما، فده بالضبط. بين طبيعي. فانا ما حضرتك كنت تمام، متشكر جدا لحضرتك، حضرتك افدتني. شكرا. ربنا يحفظك. تمام، حضرتك شايف مين اللي بيعمل الميديا بلان وبيحدد الفانل المناسبة؟ هل الكونتنت كريتور ولا الميديا باير؟ ولا هو، لو هو الميديا باير، هل الكريتور ممكن يوصل لمرحلة هو اللي يقرر فيها؟ طيب، الميديا بلان، هل المقصود بيها الميديا باينج، ولا جزء الميديا بلان بشكل كامل، الكونتنت والادز والكلام ده كله؟ بص، اللي بيحدد الجزء ده المفروض الديجيتال ماركتنج مانجر، لان هو بيبقى اوير قوي بحته الكونتنت او بتاع الكونتنت، وبيبقى اوير بالشغل بتاع الشغل بتاع الميديا باير وهكذا. لكن لو ما فيش، قصدي ديجيتال ماركتنج مانجر وحد منهم، الاولى في الشغلانه دي هو الميديا باير. ليه؟ لان الميديا باير هو اللي هيشتغل على الاثنين، واللي هيكون فاهم في الاثنين، فاهم في الكونتنت لان هو بياخد الكونتنت ده ويشتغل على الكرييتيف بشكل كبير، والمفروض ان هو يشتغل عليه. طب هل الكونتنت كريتور ملوش دور في الموضوع ده؟ لا، ليه دور طبعا. والموضوع لو ماشي بالانس ما بين الاثنين، والاثنين قدروا ان هم يحطوا الموضوع ويكملوا بعض، فدي بتبقى حاجه ممتازه جدا، وبتطلع نتيجه ممتازه، لان الاثنين بيبقوا كل واحد فاهم في شغله كويس وقدر ان هو يكمل التاني. فالميديا بلان بشكل كامل لازم تتحط ما بين التيم بشكل كامل، من خلال الديجيتال مانجر، ولو هو مش موجود ديجيتال مانجر، فالميديا باير بيبتدي هو يليد الكونتنت كريتور والديزاينر او بتاع الكريتيف، عشان يقدروا يوصلوا لنتيجه ممكنه، خصوصا ان كمان بتاع الميديا باير بيدفع فلوس، فهو محتاج يمشي على بلان هو فاهمها اكتر بشكل كبير. ولو الموضوع مشي بالانس ما بين الناس كلها، ده بيبقى افضل بكتير يعني. احنا كل واحد يحط تصوره، ونقعد نعمل برين ستورمنج كده، ونحط التصور النهائي، وبعد كده نعمل له دوكيمنت وكلنا نبقى فاهمينه، وبعد كده ايه، نجو اهيد ويتعمل لها اكشن بلان وكلنا نمشي عليه. تمام، اوكي، تمام. طيب، حد عنده سؤال تاني؟ أنا بس كان عندي سؤال بسيط،
انا كنت شغال، كنت ماسك متجر مفارش في السعوديه، فكان العميل عاوز مبيعات يعني وكده، فانا دخلت على التيك توك وسناب شات وعملت حملات كونفرجن مباشر، فكان سعر الاوردر غالي شويه، فكان الافضل ان انا اعمل الترافيك الاول على الويب سايت واجمع داتا واعمل كاستم اودينس ولوك الايك وبعدين ادخل بقى بالكونفرجن، ولا انا كده بص هقول لك عندي غلط؟ على حاجه، حته ان انت تعمل ترافيك وبعد كده تشتغل كاستم اودينس، مبدئيا كده سعر الليد او سعر الكونفرجن بالكاستم اودينس واللوك الايك هو بيبقى دايما اغلى من ان انت بتشتغل اودينس انترست، تمام؟ أغلى. فانت لما تيجي تشتغل على كاستم اودينس وكده لازم تكون عارف انت حدود البادجت بتاعتك كام، تمام؟ ده اولا. ثانيا لازم تشتغل ترافيك قبل ما تشتغل كونفرجن، لان ده بيعلي معاك الاثوريتي بتاعت الويب سايت وبتاعت الاكونت، وبيسهل لك عمليه الكونفرجن بشكل كبير. حاجه كمان، لما تيجي تشتغل على الجزء ده لازم انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تكون عارف اللوست ادز او اللوست او الناس واصله لحد فين، وهل اصلا هم اشتغلوا الموضوع ده قبل كده وحققوا منه ولا لا، وهل دي فتره تيست ولا فتره سكيلينج، وهل انا المفروض اشتغل دايركت كده على طول ولا لا. ففي معايير كتير الجزء ده، فلا هو انت ممكن تشتغل ترافيك قبل الكونفرجن، لكن ما تخشش في حته طب الكاستم اودينس مدة قد ايه بقى؟ ترافيك مدة قد ايه كحد أدنى؟ يعني في افريج من 5 ل 7 ايام تمام. عشان تعلي الاثوريتي بتاعت الويب سايت، تعلي الاثوريتي بتاعت الاكونت بتاعك او الاد اكونت بتاعك يعني. تمام، ألف شكر حضرتك. لا اوكي تمام. اوكي تمام، يعني شكرا لكم كلكم جدا 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 على اليوم الجميل ده، وبصراحة أنا اللي بستناكم من أسبوع لأسبوع بصراحة. فيعني ربنا يوفقكم جميعا، وبإذن الله نتقابل على خير بإذن الله كل يوم جمعة الساعة 9، وبإذن الله أشوفكم على خير، وتصبحوا على خير.